مساء الخير لكل المشاهدين الذين انضموا إلينا اليوم والآن على قناة الـ BBC في هذا الجمعة، وساعتين ونصف من الزمن للأسف الشديد كنا نتمنى أن نستقبلكم بالبهجة والفرح، ولكن استقبلنا اليوم بدوي انفجار في العاصمة بيروت وراح ضحيته 5 والجرحى تقريبا 70 ويمكن أكثر، فأكيد نتوجه بتعازينا الحارة والخالصة لكل أهالي الضحايا، وإن شاء الله المجروحين يعودوا لأهليهم سالمين بصحة وسلامة. أهلا وسهلا نانسي. مساء الخير بلال، أكيد أنا بضم صوتي لصوتك لإلك، وكمان بقول الله يشفي كل الجرحى وبتقدم بأحر التعازي لأهالي الشهداء يلي سقطوا اليوم بالانفجار. فخلونا نشوف مع بعض ايش في عنا من فقرات ومنوعات لليوم، رغم انه اكيد فريق البرنامج اعاد برمجه كثير من الفقرات، في اشياء كانت مبرمجه اكيد راح تلغى، لكن حبا منا لان تبقى هذه العاصمه مضيئه بفنونها بثقافتها بفنانيها، وحرصا ايضا على الضيوف، في منهم لغى اكيد لظروف طارئه، في منهم اصر ان يكون معنا لكي يكون رساله الجميع واحده، هي السلام والامل لهذا البلد والإبداع يظل مستمرا، فهذا هو عنواننا وشعارنا في برنامج ببيروت. خلونا نشوف إيش فعلنا اليوم من فقرات حضرناها لكم، تفضلوا. ببيروت اليوم يبدأ احتفاليات رأس السنة بضيوف مميزين، نفتتح بفقرة تجمع خبير الأزياء والصورة سليمان ضايعة، مصمم الأزياء رامي القاضي في جلسة تصويرية مباشرة على الهواء من تصوير رودي شوشاني، وتضيف عليها فادية المندلق لمستها الجمالية، كما نستقبل في لقاء خاص الممثلة ديامان بوعبود، ونستمع إلى أحدث مؤلفات الموسيقي جي مانوكيان، كما لنا وقفة مع الموسيقى والأخبار العالمية، كل هذا وأكثر فابقوا معنا. إذن هذه هي فقرة ومنوعات اليوم، في البعض منها اللي تغير طبعا، مثلا المصمم رامي القاضي اللي بنحييه تعذر عليه أن يكون معنا في هذه الحلقة لأنه أحد الضحايا من أقربائه، أكيد بنتوجه له بالتعازي الخالصة، وإن شاء الله يا ربي يبعث الصبر والسلوان لكل أهل للمجروحين والضحايا اليوم. فقرتنا راح نكمل بالحملة اللي تتوجه بها برنامج ببيروت لعالم الأزياء والموضة وكل مبدعين من حول العالم، عم بتشوفوا كل يوم عم نجيب لكم واحد عنده بصمة مميزة في عالم الأزياء. اليوم راح نفوت بعالم الستايلينج، مميز تعامل مع عدة جهات عالمية ومجلات عالمية. نرحب مع بعض بضيفنا سليمان ضيعة، أهلا وسهلا فيك. أهلا سليمان. بونسوار. شو أخبارك؟ ماشي الحال. كله تمام؟ طيب سليمان، يمكن للي ما بيعرفك وبعدين لما يروح يشوفك بيعمل جوجل عنك وبيشوف الشغل اللي أنت بتعمله عن جد هي will be impressed. رحلتك طويلة مع الموضة، خبرنا أول شيء كيف وقع اختيارك على هذا المجال؟ من وقتها أنا وصغير بحب كتير الفاشن، كل شيء عالم الموضة والأزياء، قررت فوت من عمر صغير، من عمر 16 سنة فوت وكفي بهذا المجال وأبدع فيه. حلو. سليمان، تعاملت مع ماركات عديدة كمان عالمية، شو الخبرة اللي اكتسبتها منهم وكيف توصف طريقتهم بالعمل؟ It was one of the best experience that I had in my life. لما اشتغلت مع الماركات العالمية. نعم. وطورت حالي، طورت شغلي، وحتى بلس شفت شو عم بيصير برات لبنان، بيوروب، بلندن، شو الفاشن هونيك. ومن هونيك انطلقت exactly من الافكار. وكيف توصف طريقة العمل معهم؟ It's luxury. شيء كتير مميز و very professional. وبيعلم كتير واستفدت كتير منهم. حلو. طيب انت تخصصك ستايلست، ارت دايركتور ولا فاشن دايركتور؟ فاشن دايركتور. بعمل اديتوريال للماجازينز. عندي اكيب انا ام بيست ان دبي، عندي اكيب بدبي، سو بنشتغل سوا على افكار. اكشولي اتس كايند اوف اتس ا دريم، هو مثل حلم بدك تنفذه. في مرات لوكيشن يو جيت انسبايرد فروم او صوره او اي فكره بدك تعملها وبدك تنفذها تقريبا. نايس. سليمان، كيف واحد بيكون تاب ستايلست وارت دايركتور بذات الوقت؟
فاشن دايركتور ماستر ستايل. فاشن دايركتور هو بينقي اللوكيشن، بينقي الموديل، بينقي الميك اب، الشعر، بلس بينقي التياب والاوتفيتس اللي راح يكونوا معروضين بالثيم. خبرني اول بروجكت عملته. اول بروجكت عملته لماجازين بدبي. كيف كان؟ واز ريلي نايس. شو اخترت الثيم تبعه؟ فامباير. اوكي. بلس حتى ربحنا كومبيتيشن ب ال اي، انا مع الفوتوغرافر بعتنا الفوتوشوت على ال اي مع بي، فربحنا ثالث. حلو. كم شخص كان في بهالكومبيتيشن؟ كنت انا الفوتوغرافر بيلي ميلر، وجه له تحيه، مايك تورو بيانشار، ميك اب ارتست، واسيستنت ستايلست كمان. اوكي. وهني كم شخص كان مشارك اصلا هنيك؟ كم شخص هنيك؟ ايه؟ سوري، من كل الدول. من كل الدول. ونحن بعتنا شيء من الجهة تبعنا. حلو كتير. Thanks. طيب يمكن خلونا نشوف شوية صور من أعماله لسليمان ويخبرنا كل صورة وين كان الفوتوشوت وشو كان الثيم. So what was that؟ هذا الشوت كان ل كان لماجازين بدبي. وارت اوف ذا شادو، The Art of Shadows، كنا عاملين الثيم. هذا الشوت كان بأنفي، عملته مع رودي لمجلة بنيويورك. فكمان it's artistic، وحبيت كمان أخذ dresses من لبنانيز ديزاينرز، لأنه عادة بتصور كانت لبراندات معروفة عالمية. هذا كمان راني الزاخن، dress by راني الزاخن. نحيي لراني. من حيي أكيد. فشور. هيدا بالجاردن ووندرلاند، كمان لماجازين بكندا، عملته بدبي، وهي جيسيكا كهواتي مس أستراليا 2012 اشتغلت معه. Beautiful. I like the colors. The combination. كل شيء حلو. Thank you. كتير حلو. Beautiful. هيدا وين كان التصوير؟ بشي جاردن. جاردن بدبي. Okay. Miracle Garden. وين هيدا الجاردن بدبي؟ Miracle Garden. It's a new garden. اوكي. اللي ما بعرفه. Beautiful. كثير حلو. مع البيروكي. طب how does it work؟ انت بتبعت البروبوز؟ نو، نحن بنعملهم، بنشتغل، انا بشتغل مع الفوتوغرافر، بشتغل على الايديا، على the whole things exactly، على الاوتفيتس، على الموديل، على الميك اب، وبنعمل الفوتوشوت، بعدين بنبعته على ماجازينز، على ماي كونتاكت، و they pick it. طيب وكيف هيك بيخلق التيم معك؟ I told you it's a dream. ايه. هيدا حلم، هيدا inspiration. مرات بروح محلات او فستان بيعطيني inspiration، location بتعطيني inspiration، model بتعطيني inspiration، وبخلق لها الثيم وبخلق لها الشوت. في شي مرة بتحس هيك انه ما بقى طالع بايدك شي؟ ابدا عطول في شي جديد. خلينا نرجع نشوف الفوغ ماجازين ونشوف الشغل اللي عمله لفوغ. حلو. What was that؟ شو كانت؟ هذا كان ad campaign لنعمة، نعمة perfume fragrance. وحطوا، حب يحطوا بفوغ سبتمبر إشو. حلو. عملنا. Beautiful. Thank you. هيدا شو like a crazy queen؟ A crazy queen. خبرني شو كيف اشتغلت على هيدا الثيم؟ حبيت أعمل actually it's Vogue September issue. It has to be something big, something new, something impressive. فاشتغلت على الموديل واشتغلت على الثيم كمان. شوي حيكون modern with Elizabeth Queen تقريبا. Excellent. هيدا كمان في دبي؟ هيدا بدبي. سليمان، قديش هالمجال فيه تحدي؟ في كتير تحدي أكيد. في كتير في competitors وفي كتير ناس بيشتغلوا هذا الشيء، بس كل واحد عنده شغله. كل واحد بيبين حسب شغله. ما مش يعني أنا بعمل شغلي شغلك اللي بيحكي عنك. exactly. يعني
طيب التعامل مع الفوتوغرافرز، التعامل مع الميك اب ارتست، اخترت ناس، صار عندك تيم تشتغل معهم ولا بتحب تنوع؟ بحب نوع مرات، وكمان عندي ناس بشتغل معهم نفهم على بعضنا ونفهم على بعضنا كيف نعمل الشغل ليطلع شغل ناجح. كمان تعملت يمكن مع مصممين لبنانيين لابرازهم برات لبنان. مزبوط. خبرنا اكثر عن هالموضوع هيدا. حبيت اتعامل مع لبنانيز ديزاينرز بس لحبيت فرجي كمان شو في عنا بلبنان لنفرجيه لبرا، مثل اللي عملت تعاملت مع رودي فوتوغرافر. نعم. رودي حبينا نعمل لبنانيز ديزاينرز مثل ساندرا منصور، رامي كادي وراني الزاخم، بوجه لهم تحيه. تحيتنا لهم اكيد. اكسلون. طيب مين ابرز النجوم اللي تعاملت معهم غير الستايلست غير الديزاينرز؟ لبست جيلو، اوكي، كريس براون بدبي، وليزا سيدناوي موديل فروم كافالي. حلو. خبرنا شوي هيك كيف التعامل معهم. حلو. It's a good experience. عندهم هيك مود معين خاص فيهم؟ لا، they are very nice. They are really really good persons to work with. حلو. اكسلون. طيب احنا يمكن مكملين معك اليوم، شو جايين فيم فوتوشوت كامل؟ محضرين شيء، محضرين تيبل من ديكوريشن من بيان سور ميزون دو شوكولا، بنوجه لهم تحيه، بنقول لهم ميرسي كمان اكيد. وفي معنا رودي ومعنا موديل، وحنعمل لايك لايف فوتوشوت. واكيد المفروض كان يكون معنا رامي قاضي، لكن مثل ما قلنا اعتذر، فاكيد بنحييه لرامي وبنقول له تعازينا الخالصه ليه ولاسرته ولكل اسر الضحايا. مكملين معك سليمان، فخليك معنا. راح نروح على فاصل صغير وراجعين لنكمل اليوم. في عنا هول كونسبت، اخترعنا فكرة مع سليمان فوتوشوت، راح نفوت بعالم تفاصيل الستايلينج، في عالم الفوتو والتصوير، عالم الشعر والميك اب، هيدا كله بجلسة تصوير خاصة راح تشوفوها على الهواء مباشرة ببرنامج بيروت. ما تروحوش بعيد، راجعين تفضلوا. Are you from Beirut? Yes, I've Lebanon. Always wanted to go. Lebanese food is my favorite food oh, in the cool. world. Oh, cool, excellent. LBC, yeah. Best and worst dressed. LBC, da-da-da. Call like cannonball. Please, أنت مش رايح على الدائرة، رايح على ريد كاربت حبيبي. Hello. السنة الجاية حنعمله لسponsoring ليبو. Can't touch this. أنا الشخص ما بحبه. Hello. كاملين رجعنا لبيروت وفقرتنا، واليوم قلنا بأنه في عنا كونسبت كتير مهضوم، ما رح نعمل لايف فوتوشوت بكل التفاصيل من تحضير للفكرة للستايلينج مع ايفنت بلانرز. سليمان طبعا هو اللي رح يقوم هو اللي حضر الفكرة الفوتوشوت، وأكيد كوامل وتوابع الفوتوشوت هي هير اند ميك اب، ورح ينضم لنا الآن جوزيف كوستانتين. أهلا وسهلا فيك. بونجور. سي الأخبار؟ الحمد لله ماشي، كله تمام. ثانك يو ثانك يو. أول شيء بدنا نتشكرك لأنه جيت لاست مينت، تعرف مع ظل الظروف اللي إحنا عم نعيشها، فنشكر مهنيتك إنه في ناس بيلبونا بآخر لحظة، وأهم شيء إنه التحدي الكبير لما الواحد تنعطى له فكرة لازم ينفذها بدقايق، يمكن هيدا هون بيبين قديش الواحد بروفيسيونيل أو لا. أول شيء خبرنا جوزيف، قديش صار لك بالمهنة؟ أنا صار لي 21 سنة. اوكي. كنت اشتغل كوافير نقلت كذا محل يعني، وهلا فتحت صالون لي صار لي 4 أشهر، وبهالاوضاع كتر خير الله يعني، بتعرف وضع لبنان دائما لازم يضلوا في حياه في شغل، لو شو ما كان لازم ضلك تشتغل. اكيد. جوزيف شو اكثر التسريحات المطلوبه في هذه الفتره؟ هلا كل شيء فاشن، كل شيء ناتورال، كل شيء هيك ستايل. عم نشوف الغرب مثلا عم يقص شعره، هون ما بعرف اذا عم يقص شعره ولا لا، ولا هون عم بيعملوا غرر قصيره، عم بيعملوا ايه فاشن كثير يعني، صارت الموضه بلبنان اكثر من برا يعني. عم تحس انه المراه عم بتكون جريئه اكثر، عم بتكون شويه هون كثير. ايه؟ كثير هون بلبنان كنحنا وكبلد صغير يعني كثير منيح.
الالوان مش كتير وصلت عندنا سليمان صح، مش مثل الغرب البينكش والبلويش والجرينش. بعد هون ما في الجرأة ليعملوا هالكولرز. في عندنا ألفة الستايلز تبعنا دائما هي جريئه، بتحط كل الالوان الغريبه، بس لهلا بعد ما شفنا. طب خبرونا شو الكونسبت اللي اشتغلتوا عليه سليمان؟ حبيت اعمل ستايل لانا ديل ري مع الشعر على جنب. اوكي، هو المفروض يكون شوي من ما في يكون شعر من هون او بس شعر على ميلي وحدي. اوكي، فجربنا نوصل المسج بال جوزيف. كيف جوزيف؟ انا والله على السريع يعني مثل ما قلت لي هيك سرعه، بس انه كل شيء على السريع بيطلع حلو. يعني احسن ما تقعد تشتغل ساعتين وتطلع الوحده مش راضيه، بس انه نحن كتلفزيون لازم دائما نكون شيء ستايلش ناتورال هيك. عملنا غرة شوي عالية وعلى جنب، يعني كتير ناتوريال، تعج كتير عريضة ما يكون فيها هيك مصفصفة. لما تعمل تسريحة شو أكتر شيء بتاخده بعين الاعتبار؟ إنه نوعية الشعر، لون البشرة، شكل السيدة اللي عندك؟ أكيد شو الوحدة بالبقلة نحن بنعملها، يعني بتجي المدام بتطلع فيها شو حابة، شو لابسة، شو الفاشن. إجت المدام لنشوف شو لبقلة. إجت والله صار كل شيء بالبقلة. هاي جوزيف. هاي. إيه كنتوا عم تحكوا عن إنه لازم يقص لك شعرك، هو هيك قال إنه كتير ترند شعر قصير، فقلنا عم تعمل شوية مايلي سايروس. مستحيل. أنا بنشوف كيف من وين بنشيل من هون. لا ما بتحمل على فكرة، ما عندي هالجرأة لحتى لقص شعراتي. بس شوي شوي بتصير. إنه بزهق وبخاف أزهق دغري. شو رأيك نعمله بينك؟ بينك؟ لا صعبة ليه بينك؟ حسيت بالبقلة؟ هيك. لازم تفتح من تحت تعملي أومبر مثلا ناتيورال يطلع. فتح؟ إيه تعملي أومبر. كتير دارج هلا الأومبر البلوند. حتى هلا بالموسم الشتي يعني؟ بالشتي لا مش دارج. إيه لأنه بيكون بتعرف واحد يمكن بده برونزاج بهيك لون. بده برونزاج بس لأنه درجة آخر فترة بالصيفية بس بعدها لهلا عم تطلع. مع إنه هلا نازل الألوان الرو شوي أكتر، مثلا غرة قصيرة يعطي ديكولور. والأومبر بيلبق لمين مكان؟ الأومبر لا مش مين لمين مكان. مش لمين لا مكان. مش لمين مكان أكتر. سليمان عندنا فوتوز حنشوفهم مع بعض وتعطيني رأيك، بما أنه أنت اشتغلت بستايلينج والمجلات، وإحنا في مجلات عربية عن جد أنه عم يعملوا شغل كتير كتير حلو when it comes to الإخراج، to نوعية الصورة، to الكفر اللي هو كتير كتير مهم. للأسف الشديد عم نشوف disasters عم يصيروا على كفر المجلات، فأنه عيب لما مفوت على محل ستور للمجازينز بنشوف المجلة الأجنبية ومنشوف المجلة العربية، بنشوف كتير فرق. سبيسيال ماجازين أكيد بنحييهم لأنه مثلا الماجازين أنا كتير بحبه. شو اللي عادة بتنتقده أنت سليمان بالكافرز تبع المجلات العربية؟ مجلات العربية هي. ما في ريتاتش للفيس، ما في كواليتي بالصورة. وحتى لنقوا الموديل أو لنقوا سيلبريتيز ما في هالكواليتي بالشغل. يعني في مجلات عربية إنه في عندهم كواليتي شغل، بس في ناس في مجلات بتلاقيهم كتير مؤخرين بعدهم، كتير مؤخرين وبدهم كتير شغل على لهذا الموضوع. يمكن بدهم إكيب عمل كامل متكامل، بدهم بركي شباب صغار هلأ يلي عم بيطلعوا وعم بيبدعوا، يعني بدهم تيست. طيب خبرنا هلأ عم شفنا مجلة سبيسيال، أول شيء حبيت الكفر اللي كان على سبيسيال أول شيء. إيه ايه very nice very nice I love it. خلينا نشوف لها مجلة لها اللي حاطين على الكفر أنغام. What do you think? I still prefer special cover not شو مثلا الشيء اللي انتقدته انت if you had أنغام for a photo shoot مثلا شو كنت قربت شوي على وجه أكتر. ايه قربت على وجه أكتر. ايه اخذ بس الوجه ما بتحب الوجه دائما يكون لانه عم تصور سيلبريتي ما عم تصور موديل وشي از نوت ا موديل سو بناخذ وجهه وبنحطه كفر. داكور دو نوال كويتية هيدا لكفر ما شاء الله سيدتي شو رايك؟ اوكي هيدول سيلبريتيز انا عم يصورون حطون كفر بس انا بصراحه ما عرفت لنوال. ايه ما في اكسبريشن على وجهه. اوكي شو رايكم باللي لبسته؟ مش حلو. اوكي سوري جوزيف شو رايك باللوك ككل بالشعر؟ هلا بالشعر مش مبين. اوكي بتفضلها مثلا بشعر
يعني مفلوت ولا مربوط مرفوع؟ يعني حلو الماتيريال تكون فلتين يعني تعطي أوكي. أكتر هيك على سامبل أكتر لأنه هيك شدد لك كتير مش مبين إذا شينيو أما مبين إيه منو مبين موديل مظبوط يعني. أنا صراحة ما عندي مشكل بالشعر بس الحلقة كانوا كتير بشعين طلع هيك شوية قد غريب بس نوال طلع كتير نعومة وي لاف نوال بتطلع منها شي غير أحلى من هيك تحية لنوال الكويتية راج ماج ماجازين كان سوربريز هيدا العدد لأنه ولا حدا عرف مين اللي على الكفر واللي على الكفر هي ذا جلامرس منى أبو حمزة واو أما كنت عارف أشي لوكس ريلي نايس لا ما كنت عارف ريلي نايس وأبدا أبدا كل اللي شافوا الماجازين بقولون مين هيدا ما حدا عرفها very nice photo by the way ما هيك هن راج ماج على فكرة دايما بينزلوا أشياء كتير حلوة بتحسن هيك كأنه artistic creative صحيح كتير حلوة دونك تحية لراج ماج and the team تبعون آخر صورة هي ليو ماجازين ألورا I like sorry it. بس I love it sorry It's... بس هي الصورة شوية طلع out of focus بس لا هي ال okay بس لا I like the cover ليو ماجازين من المجلات اللي فعلا guys you have to check it out لأنه عم يعملوا شغل كتير حلو التوبكس كتير مختلف يعني بتتقارن بمجلة أوكسيدونتال على فكرة بتتقارن بمجلة عالمية مش من مجلة عربية ففعلا تحية لكل التيم لماجازين يو وعلى رأسهم of course شيرين وكل التيم اللي عم يشتغل عم يعملوا كتير أشياء حلوة عشان ألف عافية أكيد big time ألو بعد ما شفنا المجازين خلونا نشوف خمس نجمات قولوا لي شو رأيكم بالستيل تبعون وإذا بتحبوهم بطريقة أو لا يلا let's go أنا بعرف أوكي هيدا مايا دياب مايا دياب بلا وحدة مايا وحدة أنا I like it حبيته بس مش مايا دياب بلا أنا شفتهم على إنستا الشوز كان لمايا لبسته ب That was for Christmas, I think. أو هيدا جابته لتلبسه for New Year. ما بعد زايا حديد. شوز زايا حديد. صحيح. Okay. شو رأيك حبيته؟ It's very artistic. It's something new. إيه حبيته. It's very edgy. خرج مايا يعني بيلبق لستيل مايا. Well, it's more Lady Gaga. بس إنه it's. It is. صورة تانية. شو رأيكم بستايل هيلفا in general وبهيدي الصورة؟ شو حبيت ولا ما حبيت فيك تقول رأيك مش مبين الدرس مزبوط أوكي. من غير محل بس شوي من الصحة شوي من الصحة جوزيف شو رأيك باللوك كمان يعني هيفا شو ما عملت حلو وعرف نحنا هيفا رمز للبنان هي أكتر شيء عم تعطي يعني كل ما ظهرت لبرا كل ما ومايا كمان هيك ستيلة فاشن يعني شو ما نحكي قليل يعني أوكي next picture نانسي شو رأيكم بستيل نانسي سليمان عم تشوف بقاله نانسي of course احنا ما عم نحكي على الصورة itself عم نحكي in general لا I like her style very simple elegant هيك lady like عم تعمل look كتير decent and classic وخاصة هلأ صرت عم تعاون مع المصمم العالمي اللي صعب فغير كل style تبعولها okay next one إليسا I love her style بتحبها لأيه like بتعرف أي براندات بتنقي لتلبس صح حتى إيه بآخر إطلالي لألا بالفيديو كليب كان كتير حلو لبسي She's very classy شو سليمان؟ سليمان جوزيف عم بتطلع فيه كمان أنا عم بتطلع بصورة حبيتها يعني هيك عن جد لاس حلوة بس إذا شوي هيك تعطي حياة دايما لشعرها أحلى إليسا صار لها فترة يمكن على زيت الموديل زيت اللون دايماً لا غيرت من فترة يمكن شوي هيك دخلت خصل ايه أنجا سميرة سعيد هيدا فخ لإلك سليمان شو هو الفستان؟ فستان رامي قاضي فستان كتير حلو كفستان بس بس شو؟ She's like a, she looks like a doll ايه Okay, and then. We love Samira. I did not like her in this dress. على فكرة هو. Samira بهيدا الفستان. لحظة صريح ما بيحكي ليجامل يعني بيقول اللي بحسه. هذا أهم شيء. خلونا نشوف الصورة اللي بعدها إذا في.
ممكن اخذ صورة كانت. اوكي فهيدي كانت اراء ضيوفنا على بعض الفنانين والمجلات العربيه والعالميه او بلوتو العربيه فقط والنجوم العرب. دونك جوزيف راح نشوف بعدين شو اللوك الفاينل للموديل اللي راح يكون بالفوتوشوت الاخيره اللي راح نشوفها والتاتشز تبع سليمان ايضا على ذا هول كونسبت مع بعض. قد بياخد معك وقت عاده لتحضر هيك موضوع فوتوشوت؟ نهار 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 مرات اكثر حسب الثيم شو هو وشو اكثر الكوارث بتصير عاده لما الموديل تلغي لما يصير شيء على اخر دقيقه نصير نضطر نلاقي له سوليوشن. اوكي تري بيان راح نشوف اليوم شو حيصير مع الموديل مع المصور مع الديكور كل شيء كثير حلو الفوتوشوت اللي عم محضرينه احنا وكونسبت كثير كثير مهضوم راح تكتشفوه بعد لحظات ما تروحوش بعيد رايحين على اعلان تفضلوا. Are you from Beirut? Yes, I've Lebanon. Always wanted to go. Lebanese food is my favorite food oh, in the cool. world. Oh, cool, excellent. LBC, yeah. Best and worst dressed. LBC, da-da-da. Call like cannonball. Please, أنت مش رايح على الدائرة. رايح على ريد كاربت حبيبي. Hello. أنا جاي حنعمل له سبونسورين ليبو. Can't touch this. أنا الشخص ما بحبه. Hello. عودة لمتابعة ببيروت ضيفنا التالي مصور فوتوغرافي عرفت لقطاته الشهرة وتميزت بالإبداع. أهلا وسهلا برودي شوشان. أهلا فيكي. كيفك رودي؟ الحمد لله ماشي الحال. رودي شو بيعني لك أنه تكون مصور فاشن وموضة؟ هو كل عمره كان حلم حققته من 4 سنين تقريبا. يعني كل عمري بصور صار لي 15 سنة بصور. إيه نعم. فمن 4 سنين حققتها وفتت بهذا الدومين. كيف تحت لي خلص أخذت أنه صرت بدك تكون جدي بهالعمل؟ هي بلشت بالغلط وعلقت فيها يعني غرام صارت غرام ومن هناك صارت شغلة جر شغلة صارت صرنا. وليش اخترت المودة تحديدا؟ شيء بقدر أتواصل له. يعني كل عمري مثلا من أنا وصغير كانت تعني لي كتير الفاشن تي في يعني إجا نهار وصورنا تصوير كمان بالغلط. يعني أنا اشتريت الإكوبمنت ساعبة هيك بالتسلية فجاني تصوير فاشن ومن وقتها صارت غرام. أوكي. وانطلقنا من طب كيف بعدين هيك صرت يمكن تطور حالك؟ هل أخذت كورس بالتصوير؟ صح 100% هي بلشت مثل ما قلت لك هواية بس بعدين فت على دومين ما بعرفه فبدي أعرف شو التكنيك بدي أعرف كيف بستعمل الكاميرا بدي أعرف الكلمات التقنية كل هذا الموضوع. فرحنا من كورس لكورس لكورس إن كان بدبي إن كان بكندا إن كان بأمريكا فتنقلت بكذا شغلة. هو تطور هو علم هو أخطاء بدك تتعلم من أخطائك. وبتحس إنه هلأ خلص تعلمت كل شيء ولا بعد في إشياء لازم تتعلمها؟ بضل فيه بضل فيه بضل فيه. وأنا بأمل بشغلة إنه هيدي هواية وبذات الوقت حب لألي وبدخليها هواية لأنه إذا بتصير مهنة بخسر هيدا الشيء الحلو اللي فيها. بعدها هواية يعني عندك شيء تاني بتعمله على جنب ولا بس نفرغ كل وقتك؟ لا لا مفرغ لألا بس أوكي. هواية بالمعنى الإحساس ايه؟ بالمعنى الإحساس فهذا الجمال اللي فيها. نعم. وبضل في تقدم بضل في كل يوم شيء جديد. ومين من المصورين هيك العالميين بتحبه أو مأثر فيه بتحب ستيل تصويره؟ ستيفن ميزن شيء يعني من يمكن الرول موديل لإلي يعني هذا بالموجودين اليوم. وفي عندك كيف بتوصف ستايل تبعوله؟ ستايل تبعه كريزي فاشن out of the world يعني في 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 effect dream في كمان برونو ديان كتير بيشتغل على رياليزم سرياليزم بالأحرى. هولي قصص يعني بدك تعيشي الحلم وقت بتحطي حلم قدامك بخليك تنتقلي من الواقع وتفرجيها بطريقة سرياليست. حلو. إذا بدنا نحكي بلبنان مين بيعجبك؟ بلبنان سؤال حلو. في كتير مصورين بدنا بس الميكرو يهدى. في كتير مصورين مهمين هون. في شربل بمنصور تحياتنا لشربل أكيد شغله حلو وفي كذا مصور يعني صاحبي معهم ولا لا لا لا
بس بتشوف لهم شغله طبعا تدعم طبعا تدعم. نحن عنا مجموعة صور رودي لألك، رح نشوفهم هيك وتخبرنا أكثر عن التصوير وين صار، تعطينا فكرة. هيدا صار بقصر سرسوق اوكي بلبنان، تصور كمان تياب رامي قاضي. طلعنا بكونسبت قصر سرسوق، فيه تراث فيه جمال فيه، فطلعنا من هونيك. عادة الكونسبت مين يلي بيختاروا، المصمم او انت او كل واحد بحط فكرة واخر شيء بترسو على مطرح معين؟ بتختلف السيتويشن، الوضع اللي عم بيصير التصوير. يعني اوقات بيجي يمكن فاشن دايركتر مثلا مثل سليمان كذا مرة عنده كونسبت بده اياه. اوكي. في اوقات انا عندي كونسبت بصورهم، يعني بكون from A to Z كله انا مصممه وعلى اساسه بصوره. وفي عندك الفاشن ديزاينرز كمان هن عندهم كونسبت معين، في عندك الارت دايركتورز عندهم يعني هي مجموعه. ترتاح شيء انك انت تختار الكونسبت كله يعني، او بتفضل هن يختاروا شغلهم يعملوا شغلهم وانت تجي بس تصور؟ شو بتفضل؟ الاثنين لانه انا وين بقيمه بشغلي، وقت انا اخترع الكونسبت فيني اطلع ابعد من الليمتس المفتوح لي. يعني في محلات في مع الفاشن ديزاينرز في ليمتس اوكي، فبدهم هالقد وبيوقفوا هونيك، وفي بيكونوا شوي ريزرفست يعني ما بدهم يطلعوا اكثر. نعم. فهون الحلو انه انا وقت اشتغل تصوير لإلي بطلع بخيال بعد اقوى اكثر، فيني روح على الاكستريم. ومهم انه يكون كمان في انسجام بينك يمكن وبين الديزاينر بين الارت دايركتور، يفهموا هيك شوي شو بدك تفهم انت عليه وهم يفهموا عليك. 100% صحيح؟ صح. طيب رودي، قديش مهم يمكن تنقلك حول العالم، قديش عطاك غنيلك يمكن نظرتك الفنية؟ انا عشت بجنوب افريقيا وبكندا وبلبنان، يعني كمان قبل ما فوت بالتصوير عندي هالثلاث حضارات مكتملة معي. وزيد عن هيك سافرت كتير بالتصوير، يعني رحت من نيويورك على جرماني على تركيا على دبي على كندا على كذا بلد. وهيدا بخليك تحتكري بعالم بروفيشنال بكل معنى الكلمة، شيء جديد، شيء آخر الموضة، آخر هدول الاكسبيرينس انت اللي بتربحيها. طيب واي اكتر بلد هيك اثر فيك او في فوتوشوت؟ نيويورك دايما. ايه بتخيل ايه فيها، انا بسميها مع انه نيويورك اتس ا كونكريت سيتي، بس العالم اللي فيها الكرييتيف اللي فيها، فيها تحدي كتير كبير، فيها كومبيتيشن كتير قوية. بلبنان في كومبيتيشن يعني بالمنطقة الشرق الاوسط بلبنان في كومبيتيشن، بس بنيويورك فيها كومبيتيشن كتير قوية، وفيها يعني هي اذا بدك الاساس بهذا الدومين. اذا بدنا نحكي عن المصممين يلي تعاملت معهم، رامي القاضي قلت صار في تعامل انت وياه، كذا تعامل كذا تعامل مع سليمان كمان، يا ريت هيك بتخبرنا كيف تحت اللي اشتغلتوا قد ايه حضرتوا له لهال فوتوشوت. اشتغلنا على كونسبت اول تعاون مع سليمان ورامي، اشتغلنا على كونسبت شيء اسمه لاسيران. اوكي. فكان تصوير بانفي وحبينا نعطي طابع، طبعا التصوير كان بلبنان. نعم. بس اذا بتطلع على التصوير بتلاقيه ابدا خارج لبنان، خارج بتحسي حالك بيونان، اما بتحسي حالك بلد اكزوتيك يعني منه. فانطلقنا من هذا الكونسبت انه بدنا نعطي هذا الافي، وطبعا سليمان صمم شو بدنا التياب من عند رامي. أوكي. واشتغلنا على الفكره مع رامي وسليمان، تقدرنا نوصل على اخر شيء الايمج كامله بنهارتها. وكان عندنا تحدي الطقس كان نهارتها، لا انا لاحظت انه الصوره ما بعرف مصورين بالليل ولا بنهار. لا بنهار، بس كان شتي ليوم الشتاء واصريتوا انه اصرينا. صح صح. قضيتوا كل نهار تصوير؟ قضينا كل نهار تصوير، كل الساعه 8 اخر شيء، يعني الساعه 7 تقريبا راحت الشمس تخلصنا. طيب غير رامي القاضي مع مين تعاملت؟ تعاملت مع كذا مصمم ان كان لبناني اما خارج لبنان. لبنان في عندك توني يعقوب، في عندك بلال براج، في عندك ساندرا منصور، في عندك كذا اسم. اوكي. وبرات لبنان مع مين؟ في بجرماني مع شومخر فاشن ديزاين، في عندك بكندا كمان في كذا اسم يعني بقدر. طب رودي خبرني شو هيك احساسك بس تشوف يمكن صورك على اهم كفرز ماجازين كفرز، شو بتحس؟ هو احساس حلو،
يعني والأحلى من هيك وقت تكمش المجازين يعني بالنهاية كلهم بيشتغلوا دايما بسمع إنه كفاشن ديزاينر مش ما كمشو شيء أنا إخرتها عم بكمش مجلة فأحساس لا يوصف مثل لعبة كريسمس هيدي هي حلو هيدي هي لعبة صغيرة بالنسبة لعبة صغيرة إيه بس وقت تكمشيها بتعطيك هذا الإحساس إنه والله نزلت شغلك إن كان بأستراليا بنيويورك يعني ديبانز بالإنترناشونال ماجازين بسأل الناس اللي حواليك شو رأيون بهمك تعرف يمكن بركي الأشياء السلبية أكثر من الإيجابية طبعاً كتير بسعى عليها يعني بحب أسمع الكومنتار البني تقدر حسن حالي بالنهاية أنا صار لي 4 سنين عم صور كفاشن فطريق طويلة مين أول شخص بتاخد برأيه؟ مرتي مرتك؟ صح بتعرف بهالمجال يعني ولا عندها نظرة عندها نظرة صح حلو كتير اللي برأيك طيب شو سر نجاحك رودي انت determination تصميم يعني هيدا اهم شغلة وبدي اوصل يعني عندي طموح انه اقدر اوصل على العالمية شو العنصر الاساسي اللي مثلا بتتكل عليه بعملية التصوير الفكرة والالوان الفكرة والألوان كتير يعني أنا بمشي إذا بدك بعمل متكامل أوكي. يعني بأمن أنه أنا وقت أشتغل لوحدي بيطلع شيء حلو بس وقت أشتغلي بجروب بعد بيطلع شيء أزبط بكتير فهيدي من الأساسيات بس تكون موجود على الست عم بتصور في حدا بيكون موجود معك حدا إكيب بركي بيساعدك في إكيب صح في إكيب وبالنسبة إذا بدنا نحكي شوي عن الصور تعتمد تقنية الفوتوشوب ولا ما كتير بتحبها؟ بلا طبعاً اليوم ما في كي ما تعتمديها يعني قد ما بس بجرب أنا استخدام الفوتوشوب على الألوان مش على تغيير الواقع يعني أنا بحاول من الأساس أخلق الواقع طبعاً يعني الست الشجرة كل شيء لازم يكون واقف محله بس آخر شيء طبعاً في التلوين تزبيط الألوان هذا أنا ما في ما بده يمرق فوتوشوب والصورة هيك بتاخدها بلحظتها ولا تدرسها مضبوط في نوعين لحد في نوعين في هلأ ما بقول إنه في حظ بهذا الدومين لأنه في عندك أوقات النظرة قد ما تشتغل عليها أوقات تطلع لك بهيك تطلع بثانية وشو بتعمل تتخلي يمكن الشخص يلي عم بتصوره يكون مرتاح مرات يمكن بيجي حدا تجي الموديل اوكي شغلتها بس يمكن تكون موترة بنهارتها هذا البري بريبريشن كله يعني اليوم كثير انا بسعى انه اقعد مع الموديل خاصة قبل بوقت حتى افسر لها شو عم بيصير ريحها جرب حتى مش بالمعاملة بس انه المينيموم القصص ان كان مثلا مثل هذا التصوير كان في سقعة يعني بتهتمي بالتفاصيل الصغيرة لانه بالنهاية التفاصيل الصغيرة هي اللي بتعمل لك القصص الكبيرة وبين التصوير الخارجي والداخلي انت كيف وين بتفضل وكيف بيختلف الموضوع هون انا بلشت التصوير داخلي داخلي هيك بلشت اوكي فوصلت لمرحلة كمان جربت التصوير الخارجي من وقت ما رجعت فتت على استوديو أحلى إيه؟ فيها لأنه عم تخلق إيه باستوديو بتخلق إيه بس برا عم تتعاملي مع الطبيعة فيها حياة أكتر بتلاقي أحلى في عنا هيك مشاريع جديدة عم نحضر لها رودي شو في عنا للـ 2014 عم نعمل workshops بدي بلش أول السنة للفاشن فوتوغرافي هولي أهم شغلة بدنا نقلع فيها وبدها تكون انطلاقتها بلبنان هو حلو. البروغرام متكامل حتى رح يطلع على الشرق الأوسط بس تبلشتها بلبنان حلو كتير وشو بتتمنى لسنة 2014؟ طبعا خير للبنان لأنه بالنهاية نحن منطلقين من هون بس الأوضاع شوي كانت 2013 صعبة أكيد إن شاء الله بعم السلام بكافة أنحاء العالم رودي أنت هلأ بعد شوي رح تقوم بفوتو سيشن هون لايف على الهواء أما هلأ نحن رح نتوقف للحظات قليلة مع الإعلان ونرجع نتابع Are you from Beirut? Yes, I've always wanted to go. Lebanese food is my favorite food oh, in the cool. world. Oh, cool, excellent. LBC, yeah. Best and worst dressed. LBC, da-da-da. Call like cannonball. Please, أنت مش رايح على الدائرة. رايح على ريد كاربت حبيبي. Hello. أنا جاي حنعمله لسponsoring ليبو. Can't touch this. أنا الشخص ما بحبه. Hello.
ورجعنا. اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا مكملين معكم ببيروت من قلب السيتي سنتر. هذه في خاطركم مجموعة من الأعشاب سخنة. طيب مكملين، يمكن عم تشوفوا الإعلان اللي عم نعرضه عليكم من خلال ببيروت أو على مجموعة قنواتنا روتانا والأل بي سي، الجزء الثاني من تغطيتنا لمهرجان مراكش للفيلم واللي راح يكون اليوم الليلة الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية على روتانا خليجية. وكل التقارير اللي كانت في الجزء الأول والثاني راح تبث تبعا في برنامج ببيروت في الأيام هذه القليلة اللي جاية، فخليكم معنا. وأكيد مهمنا رأيكم، بس تشوفوا الحلقة تقولوا لي إيش رأيكم بكل التقارير وتغطيتنا للمهرجان المميز. قدمنا لكم الجزء الأول من حواري الحصري مع مسيو ستيفان غولون، المصمم العالمي المميز اللي استقر بأبوظبي، مش استقر بس أنه فتح أول فرع ليه بالشرق الأوسط في أبوظبي، ويقدم أشياء كتير حلوة، كوليكسيون بريت أبورتي أن كوتور. وفي الجزء الثاني من حواري معه راح تشوفوا راح يفشي بأسرار كثيرة وانتقادات كثيرة وأشياء كتير حلوة راح تسمعوها في هذا الجزء الثاني من حواري مع مسيو ستيفان غولون. شوف التفاصيل مع بعض، تفضلوا. After Middle East, of course, you have to hit in all the markets. What's your next step? Actually, we work already quite well in Asia. Mm-hmm. I'm doing next week. I'm going to Singapore to launch their Fashion Week. Mm-hmm. I'm just starting for Christmas with the American market. So. Yeah, so it's really starting step by step to evolve in different other countries. Tell me about the design. How did you come up with the interior design? I knew the mood I wanted, and I gave my codes to Thierry Lemaire. Mm-hmm. Thierry Lemaire, who is one of the 10 best architects in France, and I deeply love his work. We are so well connected together. We think the same things in the same moment. We love the same things. It's great to collaborate with such a great person. So I gave him the codes, and so everything is about metal, gold and brushed steel, marble, black carpet, sorry, but very heavy one, like in the 70s. Mm-hmm. You have like a salon, square salon. You have a super precious coffee table in turquoise stones with plated gold. It's very like some piece of art, and it's pure but super precious in the same time. What do we have here? Here you have the first capsule of the collection, which is already in the boutique in Abu Dhabi. Okay. And so as you can see, it's really a translation in prêt-à-porter of what I'm doing in haute couture. It means very sleek, very pure, very sharp cut, and minimalist but very strong in the same time. Mm-hmm. If I show you this top with large sleeves, you know that you adapt with pants embroidered with the baguette. Everything is about movement. Oh my god. And for example, I can propose in the boutique long skirt, pants, short skirt, and different bottom, so they can mix and match, and it gives to the clients a lot of possibilities. And I do it, of course, in the fuchsia. There is a color range. You can see as well, you know, my cape back, because I'm quite known for my cape looks. And I did like a little cute bustier dress with a balloon back that you have very graphic in black and white. And all little details like metal are plated gold. Mm-hmm. So this is a kind of dress, kaftan, with gold and steel embroidery with diamond baguette. So it's like and an implemented accessory. Yeah, exactly. No need jewelry. I mean, just earrings, a ring, and halas. That's it. So this is all about movement too. You know, it's very. Mm-hmm. You know, it's like a cyclamen. It's like a flower. Beautiful. Or that kind of dress, embroidered with feathers. Wow. And all the crystal.
But the cut is very, you know, sleek, simple. And you can see the brand here. It's all handmade. We heard a lot of last year and the couple of last month that a lot of people tried to copy your designs and so many celebrities were wearing your... Bilal, don't start to talk about that subject because I think I'm going to be rude. Yeah. I tell you something. Tell me. I'm shocked. I'm really shocked. I'm not talking about clients, some clients, or some ladies, not clients, but ladies who are copying. But artists copying another artist, it's a shame. So I will be very polite not to give names today, but I'm really shocked when I see singers wearing copies, you know, and sometimes promoting their brand, their image, their album, with my dress or performing on stage with a copy of my dress and not very well done. So I'm not stupid. I know that it's not my dress and I know when it's a copy. So, and I think it's not very maybe an advantage for them. Maybe they didn't know it was your design. No. They know perfectly, you know. They are not stupid. They are everything but stupid. So I think it's not very respectable. Mm. So everybody knows more or less in time that it's a copy. But now I'm going to be a little bit more firm and I will not accept and tolerate anymore from celebrities to wear copies. So did they send any apologies? Not really. No, not really, because or they don't understand that it's not correct, or and it's absolutely a shame. But I don't know, or they are just too innocent, let's say. So, no, I'm really going to be firm because just to protect. Did you meet Ahlam before? I did, but I don't want to talk about that lady. I don't want. Because you are so upset that you don't want to talk about it. I'm very upset and I don't want to talk. Okay. So I will not say any words, and the artist will recognize themselves. For sure. I just will be extremely firm in the future. I have also like the Chinese little coat in Gaza. You can see the details and also my cut, very, as I told you, very, very clean. And the Gaza is such a precious material. I love to work with it. And little blouses, very loose, that you can wear with, you know, leather pants. Very casual, but precious in the same time in silk. Like chiffon dresses. All drapé, very smoothy, very, very soft. And all with effects. There's always an effect. Always, somewhere. Exactly. You know my work. Of course. And this is maybe my tribute to the Middle East. One bisht for the ladies. Yes. In plated gold and metal and crepe with the dress under. Oh my God, that's piece, that goodness. Just very clean, you know? And you have it in chiffon, in brown, with the dress in the brown crepe. Absolutely stunning. Very clean, very... So this is really me, you know, graphic, simple jersey dress, and I have the accessories of jewelry belt with many, many, many changing all the time in the boutique. So, so you can play with it. There is another dress in crepe like this, white crepe and black and ivory. Wow. So. And this is a collection which is really international. It's quite, it's absolutely adapted to all women in the world, American, Arabic, everywhere.
when you want elegance, I think elegance has no walls, no frontier. You know? That's it. I do a lot of jumpsuit because this is one of my stamp, and a very clean one with the wings on sides. It's very cool, it's very relaxed, and super sophisticated in the same time. That's what I like. I mean, it's easy, it's comfortable, you can travel with it, I think, quite easily in the suitcase. You arrive, you don't need to, you know, to pass the SIM or whatever. It's easy. And you look like a movie star. Exactly, and you can get away with it. Yeah. For a cocktail, for a red cup, and for everything. This is like for... And my dear, the secret is that multi-size. Oh, okay. It's stretch. Stretchy. So this is, it makes a great body, and everybody looks good in it. Another long dress with metallic pleated gold embroideries on satin. So it's very graphic. It's my tribute to modern art, as really, as I said, my inspirations of the haute couture. You can find it as well in the prêt-à-porter. So modern art and sculptural and architecture are always in my silhouette and my cut. So, and all the work is done between Paris and Italy, of course. The production is done in Paris, absolutely, and some pieces, mostly the accessories, in Italy. Okay. Yes. But the dresses are in majority done in France. So, what is the plans for 2014? Many things. The extension of different cities. Mm-hmm. And the opening of different boutiques. There is one opening in spring, also in Khalij, and others coming. There is normally, hopefully, if it's ready in time, the perfume. But it's such a long process. I had to deliver the perfume in July, and I'm still not completely satisfied about the juice. Talking about the fragrance, talking about the crystal, every single details of the perfume will be very, very exquisite, excellent, very precious. So, and this perfume will not be everywhere. It will be in my boutiques and in very, very selective places in the world, excellent, but very few. Did you get a chance to attend any of the shows this season? You mean prêt-à-porter? Mm-hmm. Oh, come on, no, I have no time. No time. No time, of really, course not. Really. And no, I would love to see sometime the menswear, just to, because I have never have time to shop for myself. So, but I really not have the time to do it. I'm traveling all the time. Across the window, yes, we can see a logo. Yes. What do you think of it? Saint Laurent? Yeah. I think, if I'm not saying mistakes, that it has been done also with the agreement of Pierre Berger. Mm. So I have nothing to say if it's with the agreement of Pierre Berger. Would you have done the same thing if you were to? Because of course, no. Probably not. No? No, probably not. But I'm not so shocked. Mm-hmm. I'm not, I tell you something. At the real beginning, I said, why doing this? Yeah. Why? And after, I was not so shocked, as long as they keep the logo YSL. Mm-hmm. This is so precious and touchable, that so they kept it. But Saint Laurent, it's like, okay, it's prêt-à-porter, it's not the couture. The couture is Yves Saint Laurent, and for me it's true that Yves, it's Yves himself. Of course. As they did for Balmain, it was Pierre Balmain, now it's Balmain. It's Balmain. So I can understand. I'm not shocked by that if the luxurious, if the spirit is still there. Mm-hmm. Okay. Fair enough. Stéphane, thank you so much. It's always a pleasure. My pleasure, Bilal, always. Voilà, هيدا كان ستيفان رولون الجزء الثاني. خلونا نشوف الآن وين وصلنا باللوك للفوتوشوت. ألورا خبرنا جوزيف شو عملت. شديت لها هون شوي صغيرة. أوكي جوزيف هلا صرنا نسمعك. شديت لها هون على جنب عمال وحدة طلعة عالية مع إنه غرطة قصيرة. منيح اللي زبطت على شوي. وحابين هيك ستيل كتير ناتورال يعني كأنه هي عملتهم بالبيت. حلو سليمان انت هيك يو فيجرد ات اوت انه حبيت تكون هيك حبيتها تكون سامبل اكثر سليمان انت اللي اخترت الفستان ايه؟ والميك اب كمان حتى قلت شو بدك مزبوط على اي اساس اخترت هيدا الستيل نحن اخترنا ثيم
للهوليدي بما انه نحن هلا باعياد وهيك حبينا نعمل تيبل وبلس مع الموديل مع الفستان الطويل انه نكون من اجواء الاعياد فحبينا نعطي المشاهدين فكره كيف نلبس او كيف يلبسوا for New Year's Eve. اه اوكي. فستان تصميم مين؟ كارين ميلان. كارين ميلان. كارين ميلان. بيتنا لألون اكيد. ايه ايه. كتير كتير حلو. It's very elegant و ما في كتير جوزيف نسقت انت وياه كرمال ال اكيد نسقنا كرمال اللوك نسقته سوا. ايه اكيد اكيد. طلع هيك ستيل ناتورال احسن من لما تكون وحده جامده تطلع. ما حبيت اعمل رفع على الشعر مثل ما كل اللي بيعمل حبيت نغير شوي يكون شوي ستيل يوروبيان. انت بتفضل يمكن الناتورال على الاشياء الرفع؟ اكيد دائما احسن احسن احلى احلى اكيد وحسب كمان ستيل لبسه ستيل شعر حسب العمر يمكن كمان أكيد. يمكن لو اكبر بالبقلة شوي هيك ستيل شينيو يمكن اكيد اكيد. والديكور شفنا شوي استوحيته من المناسبة صح؟ مزبوط. حب نشكر بيان حلو كتير كل الثيم رح يكون لبقى رح يكون كله متناسق مع الموديل مع الفستان مع السيت اب موجود عنا. قديت اشتغلت تحتي لنقيت هذا الديكور أخذ معك وقت ولا لا صراحة على السريع كان على السريع على السريع كان حلو. عم نشوف رودي طبعا عم ياخذ الصور فيك بدنا نصيح ايه هلا هلا بنرجع بنشوف الفاينل لوك. بتحب يكون عندك وان سيت وتغير الاوتفيت للموديل او ممكن يكون كذا سيت؟ سمتايمز يكون كذا سيت بس نفس ما نطلع من الاستوار من الستوري بورد تبع الفوتوشوب لازم يضل نفس الثيم نفس المسج لنوصله للريدرز ديفينتلي. سليمان شو اللي بيعجبك بتصوير رودي؟ بيعرف شو عم يعمل عم يشتغل بيقدر يوصل يمكن الفكره المضبوطه اللي انت بدك اياها. مزبوط اشتغلت سوا اشتغلت كذا مره معه فحبيت شغله بحب هو يمكن حكى على الاكسبيرينس بالشغل معكم بس انت خبرنا هو كيف كان معكم بالتصوير. هو بالعكس كثير حبيت شغل اشتغل معه وشفنا الصور كتير حلوة ريزولت كان المهم نحكي بالفاينلز فاينلز بيكتشرز كتير كتير حلو. على العموم احنا راح نشوف بعدين الفاينل لوك للصور مع ضيوفنا وحنخلي رودي ياخد شوية صور. جوزيف ميرسي بوكو لوجودك معنا. شكرا لكم انا انبسطت كتير وسليمان ثانك يو سو ماتش ثانكس اول ذا بيست بالتوفيق ليك ولكل شيء حلو عم تعمله. رايحين على فاصل ما بعده راجعين لنكفي معكم ببيروت ما تروحوش بعيد تفضلوا. Are you from Beirut? Yes, Lebanon. I've always wanted to go. Lebanese food is my favorite food oh, in the cool. world. Oh, cool, excellent. LBC, yeah. Best and worst dress. LBC, da-da-da. Call like cannonball, bro. Please, أنت مش رايح على الدائرة. رايح على ريد كاربت حبيبي. Hello. السنة الجاية حنعمل له سبونسورين ليبو. Can't touch this. مكملين معكم ببيروت اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا مكملين جولتنا من خلال ضيوف مميزين وتقارير تاخذنا الى كل انحاء العالم. خلونا نروح نشوف جديد الفن السابع. كيانو ريفز يرجع للبيج سكرينز مع فيلم فانتاستيك اسمه 47 رونين. نشوف التفاصيل تفضلوا. I'm looking for someone who was sold to you. A half-breed banished from our land. من أحدث عروض صالات السينما لشهر ديسمبر 2013 فيلم 47 رونن الذي كان مقرر عرضه في 2012 ثم تم تأجيله إلى فبراير 2013 بسبب غزارة المؤثرات البصرية فيه فجاء الموعد النهائي في شهر ديسمبر الحالي.
إنتاج الفيلم ناهز 175 مليون دولار، ويعتبر من أكبر إنتاجات هوليوود التي تميزت فيها هذه السنة، وهو من بطولة كيانو ريفز، ويروي قصة استعباد إنسان نصفه ياباني التحق بفرقة ساموراي للانتقام من مقتل رئيسها، فاضطر إلى مواجهة الحيوانات الخيالية والساحرات اللواتي يتحول مظهرهن. هوليوود ركزت هذه السنة على أفلام الخيال العلمي وصرفت عليه المبالغ الطائلة، ولكنها تتوقع أن يجني في الخمس أيام الأولى ما بين 17 و20 مليون دولار. فورتي سيفن برونين راح يكون معنا خلال هذه الجلسة السينمائية بالويك أند مع إلياس دمر، أكيد مع جديد أفلام كتير كبيرة راح نحكي عنها ومفاجآت محضرنا إياها أكيد في موعده الأسبوعي. محطة التالية مع أحدث الإصدارات وجديد الكتب من دار أشات أنطوان، ضيفتنا المحررة في القسم المدرسي في الدار نيكول مسور، أهلا وسهلا فيك. شو الأخبار؟ الأخبار عنا دائما شيء جديد، كله تمام. عالم الكتب عم نحاول من خلال برنامجنا أنه نخصص له جزء كبير، خصوصا أنه أشات أنطوان من أهم دور النشر والتوزيع اللي بتقدم كتير أشياء مفيدة لكل المراحل العمرية. اليوم يمكن رح نخص بالذكر أكثر الكتب التربوية الخاصة بالأطفال. عنوان فقرتنا الوسائل غير النمطية للتعليم، إيش نعني بهذا؟ هيدي الوسائل هي وسائل تسلية هادفة هادفة، يعني بعيدة كتير عن الوسائل التقليدية اللي تعودنا عليها بالتعلم. يعني هلأ نحن صار فينا نتعلم عن طريق لعبة، ترفيه، تلوين، بالوقت يلي قديما كانت الأم يمكن تملي على ابنها الإملاء أو إلى آخره. هالنشاطات هيدي هي نشاطات ترفيهية، هالنشاطات هي نشاطات ترفيهية. نمسك بفوق نشيل من تحت. أيوة برافو. نشيل إيدنا من تحت. أي. أوكي. ما بتغني عن المناهج، بس هي مساندة للمناهج اللي عادة بنعلمها بالمدارس. أوكي. طيب إيش دور الأهل وكيف يمكن أن يتأقلموا مع هذه الوسائل؟ الأهل بده يكونوا كتير قراب من. معلش عشان بيقول لازم نمسكه بس بفوق. مش من تحت. أوكي أوكي. أيوة. الأهل هن رح يكونوا موجودين بالقرب من أولادهم، عم بيتسلوا عن طريق التسلية، عم بيتسلوا مع أولادهم، عم بيعلمون، عم بيوصلوا لهم المعلومات. وهالكتب هيدي هي كتير مهمة بالنسبة للأهل غير المتمكنين من لغة أجنبية، لأنه نحن عم نعطيهم معلومات أكيدة عم بيستندوا عليها لحتى يوصلوها لأولادهم. حلو. هيك بتكون مشاركة بين الأهل والأولاد. أكيد هي مشاركة، هي رحلة عم بيقوموا فيها سوا وعم بيختاروا الموضوع يلي هن بدهن اياه. حلو. حقيبتي، خبريني شو في عندنا بهالحقيبة المميزة. حقيبتي هي نشاطات تعلمية ترفيهية موجهة للفئة العمرية 3-4 سنوات، 4-5 و5-6. أوكي. هيدي ممكن تستعملها المعلمة بالصف يلي بتجي نشاط إضافي، أو ممكن الأهل يستخدموها بفترة العطل الصيفية. هالنشاطات هيدي مقسمة لأربعة أبواب، في أرقام وحروف، أشكال وألوان، مكان وزمان، رسم حر، والولد بيختار مع الأهل النشاط يلي هو بده يقوم فيه. حلو. أهمية هالنشاط أنه أكيد عم بيتقرب من النشاط الفكري الورقي، عم بيبعد شوي عن الأنشطة الإلكترونية اللي عم تاخد كتير من وقته بهالأيام. عم بيستند على معلومات قريبة كتير من المنهج، يعني لأنه هي نشاط إضافي عم بيعيد المنهج بطريقة مسلية خاصة مع الأهل بالبيت بفترة بعد الظهر أو بأي وقت منه وقت دراسي. حلو كتير. كيف لمستم استفادة الأولاد من هالطريقة الكتير فيها إبداع وتجديد في توصيل المعلومة؟
اللي لمسناه هو هي نوع من إذا بدك مراجعة لكل المنهج بس بطريقة مسلية، عم بيلعب بس بذات الوقت بطريقة اللعب هيدي عم نوصله للي نحنا بدنا إياه. حلو كتير، وعم نشوف إنه بأرقام بحروف بألوان بصور لحيوانات لشخصيات، طريقة أنه ننمي شوية فكر الولد بتخليه يستعمل الكثير من الأشياء اللي عم يتلقاها ومش عارف كيف يستعملها. صحيح. هلأ وأكيد نحن درسنا في بالنسبة لمنهج الروضات كله عم بيكون بالتسلسل حسب الفئة العمرية، يعني بالحقيبة الأولى عم بيتعلم يمكن بس الأشكال، بالحقيبة الثانية عم بيتعلم عم بيتقدم أكتر، عم بيتعلم يقوم بنشاطات أوسع، ووصولا للحقيبة الثالثة اللي هي البروغرام التمهيدي اللي عم بيقدر يمكن يعيد تسلسل قصة، يكتشف تسلسل قصة معينة، دونك عم بيتقدم شوي شوي. طيب احنا مثل ما قلت احنا بنحفز الولد على انه يعمل كثير من الاشياء، فيها ينمي شويه مقدرته على الابداع وبيكون خلاق، بتحفزه ايضا على القراءه. اكيد اكيد بدنا نحافظ على القراءه، بس بعمر معين بهالعمر هيدا في عنده اكيد ما عم بيقرا كل شيء، التعليمي عم بتكون بطريقه كثير مبسطه، اللي عم بيقريها لهالتعليمي هو الاستاذ او الام بالبيت مش هو اللي عم بيقرا. طيب خبريني نيكول، شو اللي خلانا نوصل أننا نصنع طريقة شوية مبسطة أو فيها خلق وإبداع للأطفال؟ حسينا أنه الناس الأطفال عم يبتعدوا شوية عن الأشياء التربوية أكيد بالنسبة لأنه صار الكتاب وسيلة كتير تقليدية وقديمة، عم بيبعدوا عنه وعم بينفروا منه، لهالسبب عم نعطيها بشكل مميز، عملنا له اياها بشكل حقيبه، الحقيبه هيك مسكره صارت قريبه منه، عطيناه رسوم والوان كلها حياه، عم بيحب يفتح الحقيبه ويشتغل، منا اله الكترونيه ما بتحكي، هون عم بياخذ ويعطي معه، عم بيكون موجود مع امه، عم بيكون موجود قريب من امه، عم بيعمل نشاط محبب لقلبه. وأكيد حلو كتير. كان هيدي بس ثلاث أجزاء؟ ثلاث أجزاء، ثلاث حقائب لفئات عمرية مختلفة. صحيح. حلو كتير. حسيتوا كمان أنه في يمكن نقص شوية في المناهج التربوية اللي عم تدرس بالمدارس؟ أنه لا، منو نقص، هيدا نشاط إضافي للمناهج، مكمل إذا بتريد، بس مش نقص. نحن عم نرجع نعمل مراجعة معه بطريقة مسلية، يمكن بالمدرسة ما عم بيتسلى ويحس انه عم بيحس يمكن هيدا واجب له مع المعلمه، بينما هون عم بيحس انه هو عم بيلعب، عم بيلعب بالكلمات، عم بيلعب بالاشكال، عم بيلعب بالالوان مع امه، يلي هي طريقه كمان ليتقرب اكثر من امه بالبيت او بيو. حلو كتير. طيب كيف لمستوا ردت الفعل؟ عم تروحوا للاولاد تسالوهم، الاهل عم يجوا يقولوا لكم كيف ريحتوهم وحببتوا القراءه والدراسه للاولاد؟ اكيد اكيد الاهل رح يكونوا كتير ممنونين، لانه كلهم عم بيشتكوا انه هالولاد ما عم بيحكوا معهم، حتى ما عاد في محادثه، وصار في مشاركة بين الأهل وبين الولاد، أوقات بين الأخوة بين بعضهم، يمكن الخي الكبير بيساعد خيه الصغير بالوقت يلي بتشوفهم هلأ كلهم هالولاد حاملين الآلات الإلكترونية وقاعدين ما حدا عم بيحكي مع التاني. نيكول، طبعا التعامل مع الأطفال خصوصا في الأشياء التربوية أو التعليمية بتكون من الأصعب، لأنه مخاطبة الطفل عقل خام ممكن أنه يستوعب أي شيء، فأكيد بيكون بعد دراسة معينة، بيكون بعد أنه كتير بيكون في مراقبة على أي شيء يتم إصداره. كيف عند أشات أنتوان كيف تتم العملية؟ هلا في عنا قسم معين عم نعمل شوية دراسات، عم ينزلوا على المدارس، عم نعمل إحصاءات، منتابع طول هالإصدارات هيدي ومنشوف شو الجدوى إذا وصلنا للي نحن حاطينه براسنا. حنا بس باللغة العربية ولا في عنا لغة تانية؟
هلا بالنسبة للحقيبتي في اللغة الأجنبية أوكي. بس نحن عم نشدد على اللغة العربية لأنه نحن كل هدفنا نحبب الولد أكثر باللغة العربية لأنه كمان هالولاد كلهم عم بيبعدوا عن اللغة العربية عم بحسوها شيء بعيد عنهم لأن نحن هيك عم نحط لهم إياها بقالب جميل بأسلوب جميل لحتى يتقربوا أكثر ويحبوها اللغة الأجنبية قريبين منا بس حلو. العربية هذا لكان كان عن الحقائب الآن خلينا نشوف فئة المعاجد المعاجن جوعان المعاجم والقواميس شو في عندنا هلا هون نحن كنا بمناهج الروضات يعني نحن بعمر بفئه عمريه صغيره شوي شوي الولد ما عاد يكتفي بانه يرسم ويلون الولد بده يكتشف الكلمات هالكلمات هيدي عملنا لهم اياها كلمات في صور سميناها كلمات الاولى بالصور عم نعلمه الكلمات من خلال رسم الكلمات من خلال الرسم عم نشوف كلمات الأولى بالصور من بعدها نفتح نشوف شو في عنا جوا here we go هلا كمان مثل ما عم نقول انه لازم يكون دائما في عنصر تسليه هون بكل صفحه عم نعطيه الكلمات باللغه العربيه ومردفه باللغه الاجنبيه بكل صفحه عم بيكون في هيدا الرجل الالي يلي عم يطرح عليهم اسئله على الولد انه في الحربايه اللي تخبت بهالصفحه عم بيجرب انه يفتش عليها عم بيتعلم عم بيشوف الرسم وعم بيلعب بذات الوقت والمواضيع هي مواضيع بتهمه من حياته اليومية بتبلش من الصباح يلي هن الفستان المريول التنورة بننتقل من بعدها لوسائل التنقل إذا بدك كيف بده يروح على المدرسة يعني من وقت ما يفيق الصبح ونعمل له نشاط كامل متكامل كل الكلمات في مجلة مرئية فيها صور كتير حلوة متحفزه شوي وتخليه خلاق كل الكلمات يلي رح يتعلمها بحياته اليومية ويعرف المرادف بالعربية والفرنسية لحتى الإنجليزية لحتى يقدر يستعملها حلو هيدا كلمات الأولى بالصور شوفي عنا تاني هو نفس المجموعة بس ب قاموسي الأول بالصور هوني كبر شوي أكتر كمان هيدا إنجليزي عربي بس هوني عم نساعده أكتر لأن هونيك كان تجربة قراءة هون عم بيجرب يكتب عم نعطي الكلمة باللغة العربية في 500 كلمة باللغة الإنجليزية قاموسي الأول بالصور 500 كلمة باللغة الإنجليزية كل كلمة جاي مع المرادف بالعربية ومثال يشرح المعنى ورسم يعني هون كمان الأهل عندهم وسيلة مساندة اللي هو هالرسم يلي عم بيساعدهم لحتى يساعدوا ابنهم يفهم هالمعنى معنى هالكلمة حلو ونص الباقي هن لوحات نص كلمات والنص الثاني هن لوحات كمان بتشمل عدة مواضيع بحبوها الأولاد من زيارة الطبيب عيادة الطبيب للنزهة في المتنزه للقصص الخرافية بآخر صفحة بنحكي له عن القصص يلي بيحبها من ليلى ذات الرداء الأحمر أو هانسل وغريتل عم بيشوفهم أشياء بيحبها وعم بيتعلم بذات الوقت حلو كتير شوفي عنا بعده على السريع قاموس أكسفورد البصري للأطفال هو باللغتين كنت عم تسألني هي فرنسي عربي وإنجليزي عربي هون عم بيكتشف العالم مش بس عم بيتعلم كلمات عنده عدة أبواب عم بيتعلم من خلالها هي نوع من موسوعة إذا بتحب نقول موسوعة لأنه شاملة لمعلومات عن الإنسان عن جسم الإنسان عن البيئة عن الفضاء كمان هي لوحات صور حية إذا بتفتح منشوف إنه كل كلمة نحطت اللغة الأجنبية العربية الفرنسي أو الإنجليزي برفقة المرادفة باللغة العربية حلو كتير طريقة مبسطة وفيها جذب هيدا هو عنصر الجذب صور الحلوة طريقة التنفيذ والإخراج كمان كتير حلوة ففيها كل عناصر الجذب للأطفال كي يتعلقوا بالقراءة واكتشاف عالمهم من خلال المطبوعات الحلوة اللي بتقدمها أشت أنتوان شكرا جزيلا لك الله يسلمك ميرسي بوكو وتحية أكيد لكل فريق أشت أنتوان نيكول مصور كنت معنا ميرسي شكرا راح نروح مرة تانية على مهرجان مراكش ونخليكم تكتشفوا الحوار الحصري اللي كان مع ماريون كوتيار الحائزة على جائزة الأوسكار
كان لي معها حديث مميز وشيق. حكينا عن الجديد، حكينا عن القديم، كل هذا راح تكتشفه في حواري الخاص مع النجمة ماريون كوتيار. تفضلوا. ماريون كوتيار، الممثلة الفرنسية ابنة الممثل جان كلود كوتيار، والتي بدأت حياتها الفنية منذ سن 18 عندما شاركت في العام 1994 في أول فيلم سينمائي لها، وهو L'histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse. شاركت كوتيار بعدها في عدة مسلسلات فرنسية، ولعبت أدوارا ثانوية في أفلام مثل Big Fish, Very Long Engagement وفيلم Good Year أمام ممثل Russell Crowe. It is your life that doesn't suit this place. No, rien de rien. كانت نقطة التحول في حياة كوتيار عندما أدت دور البطولة في فيلم La Vie en Rose، والذي مثلت فيه دور الحياة الفنية للشهيرة إيديت بياف، ونالت عنه جائزتين الجولدن جلوب والأوسكار لفئة أفضل ممثلة للعام 2008. حصلت للمرة الثانية في العام 2010 على جائزة الجولدن جلوب عن فئة أفضل ممثلة استعراضية عن فيلم ناين. What are you laughing about? Nothing. If you could see yourself. My husband. I can't believe you care. Makes movies. I was dying till just now. You're saving the movie. Lives a kind of dream. Give him a good idea, for God's sake. كما شاركت في عدة أفلام أخرى مثل Public Enemies, Inception, Midnight in Paris, Rust and Bone وفي الجزء الثالث من سلسلة Batman The Dark Knight Rises، وأخيرا في فيلم The Immigrant في 2013. She's my sister. She has to be deported. Magda, obiecujemy. ماريون كوتيار هي اليوم من أشهر نجمات التمثيل الفرنسية، كما أنها الوجه الإعلاني الجديد لدار ديور، والتي صورت له مؤخرا حملة إعلانية لعرض منتجاته العالمية. Marion Cotillard, hello. It's a real pleasure meeting you in Marrakech Film Festival. Thank you for having me. Thank you. We saw you so many times in all the festivals around the world. I met you in Cannes, I met you all over. But I think this festival has a certain taste different. The ambiance is different. It has its own cachet, let's say. Well, yeah, I came here several times and I always had a very good time. But never really get the chance to see movies, so I'm very happy to be here, a member of the jury, because I'll have the opportunity to see the 15 movies in competition, and of course share the jury with such amazing people like Martin Scorsese, of course, and all the other members. It's something that I really enjoy. Can you disconnect from the actress and the movie industry and just be this normal, passionate person of a movie that can, you know, discover new region and new language? Yeah, of course. When I'm part of the audience, I'm just part of the audience. Well, of course, if there's a movie with bad acting, it's going to be a problem for me, but that's the actress part that comes, you know, out of me. But I've always loved cinema, even before I became an actress. So I keep this this feeling of being a normal person in a theater. Where is he?
Well, way the hell away from here by now, isn't he? You wanted to know where he is, you dumb flatfoot. I loved, in fact, the scene in the emigrant one. We see this mirror and then this small bark going into the water. When you see yourself in the mirror, what do you tell to yourself? What do you say? Yes, I made it. You say, how did I get to this point? What's happening now? Well, it's not when I look at myself in the mirror that I'm telling myself that, but for example, yesterday I was at the royal dinner and I was seated at the table of Martin Scorsese, Juliette Binoche, Claudia Cardinal, Terry Gilliam, and then you take a step back. Yeah, it's, I mean, I think I will always feel this. I mean, I hope in a way. Yeah. And when I see myself with all those people, I can't help but thinking about the little girl who wanted to do that for a living. Excellent. Going through your filmography, well, that's what you've made it all, starting from France with the blockbusters movies, and then going to the States. I mean, is there any movie or moment that you say, I will always remember that time? Well, there's a lot of moments. And that moment, I'm sure. Yeah, but it's... Sometimes it's not related to a prize or to a festival. Sometimes it's a movie that most maybe of the time it did it's not, related yeah. to Woody Allen saying action for the first time on set. Gosh, or yes. Michael Mann or all those marvelous directors that I had the chance to work with. And then people I met on movies, like I'm thinking of those Berber people that I met doing a movie here, that inspired me a lot. And it's going to be hard to pick just one moment, because on each movie, even when it was a nightmare, because sometimes, unfortunately, it is. I got something out of it that I cherish and that I will, yeah. J'aime bien qu'on me regarde. J'aimais bien sentir que je séduisais. J'aimais bien sentir que je les excitais. What is the movie that you grew up watching and you can always go back and relate Charlie to? Charlie Chaplin. Yeah. Yeah. The Marx Brothers and all the Greta Garbo's movie. And then Jaws. You switch languages from French to English, and you switch from atmosphere to another, from a director to another. But you're still the same, Marion. You're still the same spirit, the same energy. How can you do that? Well, I'm lucky enough to be able to travel from a universe to another, and that besides, my dream was to be an actress, but I remember when I was a little girl, I really wanted to explore different worlds, and I feel very lucky that I can do it now. What was the question again? Sorry. You switch languages and you switch... Oh, yeah. And I stay the same. I don't... Well, you know, a human being is in a constant evolution. And I want to be in a constant evolution and be close to people, because that's what I love in this job, too, is to discover different people. I have the chance to discover different cultures, different languages, and I think it just, yeah, I learn every day, and it really makes me happy. منذ 2007 ماريون كوتيار مرتبطة بالمخرج والممثل الفرنسي غيوم كاني. في العام 2011 رزقا بطفلهما الوحيد مارسيل.
وهم يعيشون اليوم في العاصمة الفرنسية باريس. وكلما سئلت كوتيار عن حياتها الخاصة تقول أنها ليست بنفس نجاح حياتها المهنية، وهي تختلف عما يتخيله الآخرون. My last question, how can you balance between your professional life and your personal life? It's not always easy. No, it's not always easy, but you know, when your life changes and you have your own family, it's not easier in a way because you have to balance more, but it's easier because your desires, what you care for, what you run for. An Oscar can make you forget anything hard went in your personal life? No, of course not. No, I don't think so. Frère Arden is the last project. When is it going to see the light? Well, I guess next year. And that was one of my greatest experiences. And I love them forever. Thank you so much. It was a real pleasure meeting you, and hope to see you soon. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. شو بلال، خبرنا كيف كان اللقاء؟ حبية؟ كتير. She's amazing. رائعة. هلا ما بعرف انت شفتها شخصي وحاورتها. انا كنت مفكر عم بتمثل، لانه في ناس، في فنانين كثير بيمثلوا الهدوء، بس لما تشوفيهم على الطبيعة صوتهم عالي بيصرخوا، بس هي عن جد مثل ما بتمثل مثل مع الطبيعة، كثير هادئة، كثير كلاسي، كثير وبعدين على عفوية مبينة ودي ناتشرال هيك طالعة ماشية على وجهها، ما فيها كتير. لا كتير عفوية وحائزة على جائزة الأوسكار، على السيزار، شي 3-4 جوائز عالمية، بتمشي عادي لا بوديغارد ولا شي، بتسلم على كل الصحفيين والإعلاميين. احنا ما شاء الله النجوم اللي عندنا بيعملوا أغنية واحدة بتنجح 3 بوديغاردات وبيصير 3 مدراء أعمال، فكتير كتير كتير بسطة ما شاء الله، يعني إنه very very nice. قدي قعدتوا وقت تقريبا سوا؟ قعدنا طبعا احنا كنا بنشوفهم كل يوم، لانه هي كانت عضو لجنه التحكيم، لكن في الانترفيو قعدنا شيء تقريبا 10 ربع ساعه تقريبا. اوكي، على السريع. بس كثير حلو. حلو كثير. والليله شو عندنا بلال؟ شو ناطرنا الليله؟ في عندنا كثير اشياء حلوه على روتانا خليجيه الساعه 8 مساء بتوقيت السعوديه. في عندنا الانترفيو المميز مع جيمس جراي، المخرج العالمي اللي حصد جوائز بكان، فيلم ذا ايميجرنت اللي افتتح مهرجان بيروت السينمائي وكان عليه نقد كبير ايجابي شويه سلبي مش كثير، بس عن جد مخ دماغ. شو كمان رحنا على ورزازات، هيدي المدينه اللي بتصور فيها كل افلام هوليوود. يمكن شيء كنت حاطط على انستغرام. ايه صورة هونيك كانت. ايه فبورزازات كتير لوكيشنز، اماكن تصوير، اشياء مهيلة، اشياء مهولة بتخوف. حلو. مهيلة، كيف كان مهيلة؟ فلا عن جد في كتير اشياء حلوة اليوم حيشوفوها. هيدا بالاضافة الى عاملين فقرة هيك فاشن بوليس مع الزميل الصحفي سيمو بن بشير. كنت عم شوف بالبرومو نزل نشر بكل ما رحم حدا، اللي قال له روحوا عمل لايبوستكشن، اللي قال له روحوا مش عارف ايش. ففي هيدا الفاشن بوليس مظبوط، هيك لازم يكون، ما يعتل حدا يقول مظبوط شو يعني، يعطي رأيه صريح. توتلي. فاحنا طبعا حلقتين وكانوا كدس، لأنه حيشوفوا كتير كمية مواد صورناها في المهرجان. الجزء الأول شفتوه، الجزء الثاني راح تشوفوه إذن الليلة. نرجع ونستذكر مع بعض هيك إعلان صغير شو حتشوفوا الليلة في حلقة خاصة من مراكش على روتانا خليجية. تفضل. Are you from Beirut? Yes, I've Lebanon. Always wanted to go. Lebanese food is my favorite food oh, in the cool. world. Oh, cool, excellent. LBC, yeah. Best and worst dressed. LBC, da da da. Call like cannonball. Please, أنت مش رايح على الدائرة، رايح على ريد كاربت حبيبي. Hello. أنا جاي حنعمله له سبونسرين ليبو. Can't touch this.
أنا الشخص ما بحبه. هلا عمل لك فقرة. جيليت بينوش amazing amazing. ما قلت لي رجعنا. كابيتال أي رجعنا. كنت عم بحكي. أنت قول عادي. ليش أنت بالعادة ما بتحكي؟ كنت عم بقول إنه أنت لازم تعمل فاشن بوليس. لا خلينا هيك. لازم شوي. من ورا الكواليس. تحية أكيد لكل اللي كانوا معنا، محمد مولاي اللي كان أسيستنت بروديوسر اللي ساعدنا في التغطية، ساعدنا على الريد كاربت، فوزية أيضا صحفية وإعلامية مميزة في المغرب كانت معنا أيضا ساعدتنا، وطبعا أوف كورس تحية ل بي آر إخ بي ميديا اللي هم بالمغرب، أمين أف زيد، كل الشباب والصبايا اللي كانوا مسهلين عملية التصوير والتغطية. رايحين على فاصل، من بعده راجعين لنستضيف نجمة حبيتوها بمسلسل روبي، الكثير أثنى على أدائها المميز، تتقن الأدوار الصعبة والسهلة، راح تكون معنا زيامو أبو عبود بعد لحظات من الإعلان، ما تروحوش بعيد، راجعين تفضلوا. المصمم اللبناني ربيع كيروز احتفل بعيد الميلاد هو والأصحاب بميزون ربيع كيروز، وطبعا كاميرا ببيروت كانت موجودة ورجعت بهاللقطات. نحن كل سنة منعيد العيد السنوي تبع هالشارع وتبع هيدا البوتيك، حبيت هالمرة بزيادة عن المجموعة اللي عم قدمها اللي هي دايما موجودة بالبوتيك، يكون في عنا تعاون لأنه فترة أعياد، يكون عنا تعاون مع Children Cancer Center، السنتر المخصص بسرطان الأطفال. كمان عم نقدم فنانة رانيا سراكبي اللي بتعمل صيغة، عم نعرضها حصرياً عنا بالبوتيك. كمان هي الكولكشن مستوحية من إندستري اللي هي تك، إذا بدك تكنولوجي الصناعة، هلأ مثل ما بتشوف القطع معمولين مستوحيين من توربينز جيرز إذا بدك، وهالسنة تطورت على أكثر سيمبليفايد إذا بدك، هن عبارة عن قطع بتركبوا على بعض. نحن كمركز سرطان الأطفال في بارتنرشيب صارت بيننا وبين ميزون ربيع كيروز، اللي هي في باشميناز كتير كتير حلوين عملون، وفي 50% من البروسيدز عم بيعودوا لمركز سرطان الأطفال بلبنان. عرفوني على ربيع، ومن أول تكة حسيت إنه ربيع بده ينجح في الحياة، كان بيحط لك القماشة عليك ويشتغلها بإيده ويرجع يعني يعطيها فورم، يعطيها ديزاين، يعطيها شيء هيك يعني. كتير حلو هالكولابوراسيون اللي دايما بيعملها ربيع مع مصممين بيكونوا من نفس الكوكب متاعه، نفس الستيل، نفس الرقي في التصميم، فهيدا شيء كتير كتير حلو. موعد سنوي بيعملوا مسيو ربيع كيروز. وصلنا هلا بلال لاخر فقره يلي رح نستقبل فيها الممثله جيامو ابو عبود يلي دايما بتبرع بكل الادوار وخاصه كل الناس حبتها بروبي، وحاليا عم بتقوم بدور بمسلسل زفه. خلينا لكن نستقبل جيامو ابو عبود. اهلا وسهلا جيامو. اكتشفت مرات انه السكوت احلى من الحكي. مرحبا. كيف الاخبار؟ ماشي الحال؟ هيك لما يكون عندك تصوير نفس الشيء شو دايما معجوقه وهيك وراخه وجايه وبدي اعمل وبدي اخلص. ايه على السريع على السريع على السريع. نرحب فيكي ديامو اكيد، وبنحييكي انه ما لغيتي وجودك معنا رغم الشيء اللي صار. طبعا احنا مش نقلب الموضوع مأساوي، بس ما شاء الله عليكم الفنانين حتى لما بتكون ظروف مأساوية بتضلوا مستمرين. هيدي رسالة الحياة، الحياة بدها تكفي يعني، يرجع الواحد يقوم ويكفي عن جديد يعني. الشيء حزين كتير اللي صار،
شيء كتير بشع، ويا ريت يعني ما بقى يصير هيك قصص عنا بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم كله ككل يعني. بس اشياء بتصير يعني بدك تتعايش معها ان شاء الله خير. ديما هلا عم تطلع علينا بكوميديا عنوانها زفي مع عصام بريدي، خبرينا عن دورك بهالمسلسل هيدا وشو البعد يلي عطاك اياه. هو زفي سيت كوم بيحكي عن ثلاث كوبلات من اعمار مختلفه من المجتمع، في انا وعصام بريدي، طلال جردي، ورد الخال، وست ساميه الجزائري، وعمر الاستاذ عمر مقاتي. هو بيحكي عن هن شخصيات من الحياة، بيحكي عن يومياتهم، تفاصيلهم، مشاكلهم، همومهم، قصص بيعملوها ببعض. يعني سيتكم كتير لذيذ، كتير معمول بطريقة نظيفة، النص كتير حلو، كتير ذكي، الإخراج على القد، الممثلين رائعين، الإنتاج كتير حلو، يعني شيء كتير كتير نظيف. يعني هذا الكوميديا اللي أنا بحب كون فيها أو أتواجد فيها، يعني تحسي كوميك دو سيتواسيون، مش انه اللي عم تضحكي على الممثل نفسه او على الكاركتر نفسه، لا، هو الشخصيات بيتواجدوا بسيتواسيون معينين، وهي السيتواسيون هي اللي بتضحك، عرفتي؟ فانا بحس انا بحب هيدي الكوميدي. حلو، جماعة اعطينا فكره شوي عن العمل، كتابته، اخراجه، شو فكرته؟ هو كتابه مايا سعيد، اخراج هاني خشفي، انتاج الام تي في. مثل ما قلت لكم يعني هو عن ثلاث كوبلات. من كيف خبرينا شوي عنك وعن عصام، قديش في انسجام بينك وبينه بهالدور؟ يعني عصام انا كنا سوا بالجامعه، يعني بعرفه من زمان، بس هيدا اول مره بنشتغل سوا. فكتير كثير مرتاحه معه، كثير بحس هيك ظابط الكوبل، في ارموني بين بعض. لا شو رايك؟ صح، كثير حلو، كثير مهم، عن جد كثير بالفعل. طب الواحد لما بينتقل من شخصية معينة لشخصية معينة، من ستيل لستيل، اشتهرتي بالدراما، الناس انغرمت بشخصيتك بالأدوار الدرامية اللي قدمتيها، بيكون تشالنج لإلك أكثر بأنه تقلبي لكوميدي، تقلبي لشيء ثاني؟ أكيد، هذا الممثل يعني إذا هو بده يمثل حاله كل الحياة فبطل الممثل، يعني الممثل بده يؤدي أدوار مختلفة، جانر مختلف، يعني بحس هذا قد إيه فيه يعطي وقد إيه فيه يغير وقد إيه فيه يغير من حاله ويبين جديد بكل دور بيعمله، او الناس عم تكتشفه هلا عن اول وجديد. بحس هيدي الاهميه، قد بيعطي ديمونسيون بكل شخصيه بيعملها، بحس هون اهميه الممثل. طيب جماعه شو بتفضلي اذا بين الدراما او الكوميدي، وين بتروحي؟ لا هو حسب شو العمل، شو الكونتكست، وشو شو الشيء. ما في انه بفضل كوميدي او دراما، انا حسب الدور. انا بحب العب كل شيء حسب شو، كيف، شو الشخصيه، وباي اطار محطوطه، وكيف مطروحه، فهيدي هي. طب اختياراتك صارت صعبة شوي بعد نجاح روبي وبدريس؟ تحسي انه لازم تاخدي وقتك اكتر؟ لا، هو انا دايما هيك، يعني انه مش قصة اخد وقت، قصة بعمل اشياء مقتنعة فيها، اشياء حبها، حب الشخصية، حب العمل، دايما هيك كنت يعني، فرح كفي يعني. حلو، جماعة هل في طقوس معينة بس بدك تأدي تعملي دور جديد بتقومي فيها؟ لكن هو اول شيء يعني دائما بقرا الورق، بقرا مره اثنين، بصير اتخيل هيدا العالم، بصير شوف حالي انا هيدي الشخصيه كيف عم تتصرف بهيدا المطرح. أوكي. مع هول الناس كيف بتحس، كيف بتفكر، كيف بتعيش او كيف بتكون بهيدا العالم المكتوب يلي انا عم بتخيله براسي يلي هو بده يصير حقيقه. اذا قدرت شوف حالي بهيدا المطرح مع هيك تفاصيل جديده، يمكن ما بعرف كيف بكتشفه، كيف برسمه، كيف بعيش فيه، فبحس هيك شوي شوي بجرب اقربه للحقيقه وترجمه. يعني بتضلك على فتره مثلا شهرين عايشه هيدي الحاله هالكاركتر، ولا لا بعد التصوير يمكن خلص تطلعي منه؟ بتحتاجي لثيرابي بعد الدور قصدك؟ لا مش هيك قصدي، انه بهالمره بهالفتره هيدي بتكون عايشه هالكاركتر ولا؟ هو دائما انا بحس انا دائما بحمل كاركتر معي، يعني مش انه بصير انه مش معروف انا، لا يعني بس بحس دائما حملته معي يعني على فتره التصوير. اوكي، يعني دائما مثلا حتى اذا مش بوقت التصوير بحس دائما موجود براسي هون ورا او انه جوا معي، يعني بحس يعني اوقات بصير شوف القصص من هيدي الزاويه، من زاويه هيدا الكاركتر يعني، وحتى حلو. هيك بغنيه يعني بحس بعطيه حياه اكثر. النصوص الحلوه انه في
انه في نصوص حلوه، الافكار في كثير، لكن بيقولوا الصعوبه هي في التنفيذ والاخراج، انه بتحرصي دائما انه يكون فريق قوي، لانه احيانا تقري نص او ورق كثير كثير حلو بس بتشوفي يمكن الانتاج راح يكون ضعيف، المخرج مش هالقد، الكاست اللي معك مش كثير، هيك كله بيكمل بعضه، عرفت يعني، من الاساس بعض. من النص للتمثيل للاخراج للانتاج كله بيكمل بعضه، يعني بدك تكون انت بتوثق مع الناس اللي عم تشتغل معه وتشكله فريق واحد. انا هيك بحب يعني تكون مرتاح وتكونوا مثل عائله وحده، عرفت يعني. انا بحس انا كنت محظوظه يعني مع العالم اللي اشتغلت معه، ولا مره كان دائما تجارب كتير حلوه يعني. Excellent. كمان كان عندك تجربه بكتابه سيناريو لفيلم طلاب بجامعه سيدة طلاب، هو فيلم وينون. فويد. إيه؟ كتبه جورج حباز، مزبوط. انا شاركته بالكتابه انتجته جامعه الويزه واخرجوه 7 مخرجين مخرجين من جامعه الويزه، وكان عندك دور فيه. كان عندي دور فيه. اوكي. فتجربه كتير حلوه، انا كتير مبسوطه فيها وكتير مبسوطه بالنتيجه اللي طلعت. فيلم شارك بمهرجان دبي بالكومبيتيسيون، كان صح هو وستيبل انستيبل طلع نازل يلي هلا شفناه منه التيزر. صح. طيب وكيف تحت لي صار تعاون بينك وبين جورج خباز؟ سأبت عم نحكي، كنا انا وجورج عم بيحكي انه عباله يكتب شيء، قلت بس انه ما كان عنده كتير وقت، قلت له اذا بدك في انه بساعدك نكتب سوا، انا بحب كمان يعني. فصرنا نتلاقى نكتب هيك وطلع معنا حلو كتير. كان في دور سجينة. دور شو؟ سجينة. هيدا مسلسل سجينة. ايه هيدا بنات الجزائر، تحية للفنانة مثقفة من زميلاتها، وحبيت دورها في دور سجينة او مسلسل سجينة. بدي اقول لها ميرسي كثير، ميرسي على ذوقها يعني. حلو كثير. طيب انت بيستهويكي كمان العمل ورا الكواليس؟ انا بحب ورا الكاميرات. بحب يعني، هي دراسة تمثيل واخراج اصلا يعني، ف بحب واشتغلت مساعدة مخرج، اشتغلت بالإنتاج، اشتغلت وبحب. إذا أنت بتعرفهم هيدول القصص، بتعرف كيف بتصير القصص وراء الكاميرا، كمان بحس بيساعدك كممثل يعني، يعني كيف بيصير التقطيع، كيف بيصير العمل كله ككل يعني. يعني ممكن هلأ نشوفك بشي سيناريو جديد تحضري له؟ كتابي ما في شيء يعني، في شيء كنت عم بكتبه من فترة، من سنتين بس وقفت، ما بعرف إذا بركي أرجع كفري. دراما أو كوميدي؟ لا في مش 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 كوميدي، مش كوميدي، مش كوميدي، بس في أمور يمكن هيك شوي. دراما أزياء شخصيات عندك لاتوش متاعك، ولا بتخلي الستايلست هو اللي بيختار لك لبسي؟ لا حاسين في شيء. شو؟ مين بيساعدك بالشخصيه؟ شخصيات مثلا لا اكيد بيكون في هذا، بس بنحكي سوا، بنحكي دائما سوا انه انا كيف شايفه، كيف برتاح فيها، كيف تفاصيل. اوقات مثلا بيعطيك تيب كثير انتريسون، مثلا بوينون الفيلم اللي حكينا عنه، مو رضا هو كان عملنا التيب، بس عطاني شيء ديتاي عن الشخصيه كثير حبيته، يعني شيء له علاقه بالبسيكولوجي تبع الشخصيه، انه نحط فيرني ونقشرهم انه هي حدا مثل انه بتقشر العصبيه يعني، بكون مش عصبيه. دياما بين اذا بدنا نقول السينما او التلفزيون، وين بتلاقي حالك اكثر وشو الاختلاف بيناتهم؟ هلا السينما بحس انا بشوفها، خاصه سينما دوتور، مش سينما لنعمل افلام ونعرضهم بالسينما، انا ما يعني ما بحس هيدي السينما. السينما بدها تقول شيء، السينما هي لغه، في لانجاج سينماتوغرافيك معين، في صوره، في شخصيات، في لغه مكتوبه ومصوره ومؤدات يعني من خلال الممثلين. ف انا بحب السينما كتير يعني، بحسها اوتنتيك اكتر، سينما خاصة اكتر، لازم تطرح لانجاج جديد يعني او خاص. او بحسها التلفزيون لانه بفوت عند الناس اكتر، فبدي يكون
يعني بمتناول كل العالم، قصدي يعني فكريا وككل شيء. هوني كل الواحد هو بقرر يروح على السينما، ففيك انت تطرح الاشياء كيف بتشوفيها. بدراما لا، بدك يكون في ستاندردز يمكن معينين. اكسلنت. حكينا اكيد برمضان، بعد رمضان حكينا على هالتزاوج بين الفنانين والمخرجين من دول مختلفه، انه هيدا عم بيضيف الاعمال عم تنجح اكثر لما انا باخذ الاسيت من لبنان من سوريا من مصر، باخذ المميزين. دائما بتشجعي وما عندك مانع انه اي عمل يتقدم لك، وكانت تجربه مشتركه مع دول ثانيه. صح، انا بحس كيف الناس بيركبوا مع بعض، يعني كيف هي اذا كيف كل واحد يعني عاملين هيدا الاكيب يلي هي يعني في ارموني، يعني بده يكون في كومبيناسيون حلوه، كومبيناسيون تكون راكبه او صح مع بعضها يعني. فبحس هيدا بتعطي احلى، وكل واحد بمحله يعني. مفروض جماعة عندك وقت انك تتابعي تشوفي الزملاء شو عندهم على التي في؟ مثلا هلا في وأشرقت الشمس للزميل، سمعت كثير عنه كثير. انا كمان سمعت عنه ما حضرته على فكره. انا كم مشهد بس حسيت عمل كثير حلو يعني، ومعمول كثير منيح، والصوره كثير حلوه وتمثيلها، والناس كثير عم تحكي عنه بالفعل بالايجابا. ما حضرتي؟ بس لا، ما قدرت اتابع. لا ما حلو، لازم ينحضر. طيب سينما زملائك، حضرت الأفلام الأخيرة اللي طلعت؟ كان في حضرت، لا ما غادي وعصفوري ما لحقتهم. حضرت في شي حبة لولو. ايه اوكي، خلينا نشوف المقطع التالي واعطيني رأيك فيه. اوكي. It is your life that doesn't shoot this place. No. كانت نقطة التحول في حياة كوتيا عندما أدت دور البطولة في فيلم لا في ان روز، والذي مثلت فيه دور الحياة الفنية للشهيرة إيديت بياف، ونالت عنه جائزتين الجولدن جلوب والأوسكار لفئة أفضل ممثلة للعام 2008. يلا. حصلت للمرة الثانية في العام 2010 على جائزة الجولدن جلوب عن فئة أفضل ممثلة استعراضية عن فيلم ناين. What are you laughing about? Nothing. أنا الوحيد اللي بقول أنا دايما بشوف تشابه بين ماريون كوتيار وديامون. هلا هي عم تقدر ومش عارفة شو الموضوع. هالدوسور بالملامح، الدوسور بالأداء، ممكن بتهمسي بيوصل المسج، سي لو ميم ستيل، نفس الشيء بحسه. ميرسي. لا عم جد، لا وانت شفتها شخصيا فمشان هيك اول ما عرفت مع ماريون حسيت انه ديامون زي ما كاني عن جد. يا عن جد ميرسي. سيريسلي. لا كثير ممثلة رائعة يعني، ما بعرف يعني هالقد مقنعة، هالقد بتعيش على الآخر القصص، هالقد حساسة، هالقد ما بعرف يعني بتحس عطيت هي وعم إيديت بياف يعني، مش كمان شخصية هينة يعني، فعطيتها هيك بتحس إنه بتحبها أكتر يعني، بتحس إيديت بياف بتصدق إنه 100% إيديت بياف، ذات الوقت إنه في توش تبع ماريون كوتيار هيك، عرفت؟ صح يعني صح صح. إيه انا مثلا بالتلفزيون بمجالي لما بقعد بحضر التلفزيونات الثانيه، طبعا مش انه تقليلا من قيمه البرامج العربيه، بس لما بشوف البرامج الثانيه بقول البرودكشن، يا ريت عندي برنامج مثل هيدا، يا ريت هيدا. انتم ممثلين نفس الشيء لما بتروحي سينما بتحضري فيلم بتطلعي اعصابك منهاره لانه من البرودكشن من التفاصيل من كل شيء، رغم انه عندنا كل شيء لنعمل اشياء عالميه. صح، ما بعرف يعني انه اكيد كل اكيد بتحلم تتمنى تعمل سينما حقيقيه، سينما بتحكي عن الانسان اول شيء يعني، فاكيد يعني ما بينقصنا شيء. ما بعرف شو المشكله او ليه ما بنعمل، او انه هلا اكيد الانتاج ما بيتقارن طبعاً يعني طبعا غير، بس انه عنا طاقات، عنا قصص كتير مهمة نحكي عنا، حتى هن بفتشوا عنا الاشياء اللي عنا يحكوا عنا، فما بعرف انه ياريت. يا ما شو اخر فيلم حضرتيه وحبيتيه؟ اخر فيلم حضرته وحبيته وقت كنت بدبي بالفستيفال، حضرت كتير افلام.
وينهم؟ طالع نازل. طب خلينا نحكي لك عن طالع نازل، خبرينا شوي أكثر عنه. طالع نازل هو سيناريو إخراج محمود حجاج. نعم. هو بيحكي عن بليلة راس سنة ب 31 ديسمبر، سبع شخصيات بيجوا عند حكيم نفساني. هي مش أول زيارة لهم بس إحنا بنشوفهم بهيدا النهار. أوكي. ورا بعض يعني كيف عم بيقطع هيدا النهار. ونشوف شو مشاكلهم، بيحكوا مشاكلهم وبنرجع بنقضي معهم كيف يعني، بنشوف كيف ان كل شخصيه قضت راس السنه ببيروت. اوكي. فهو بيحكي الفيلم عن بيطرح موضوع التواصل، انه كيف ناس عايشه مع بعضها كل يوم بتشوف بعضها بس ما في تحكي مع بعضها، بس ما في تواصل فعلي مع بعض. يعني حتى في ناس وحيده، في ناس ما في حدا تسمع لها، ما فيها يعني بيطرح هيدي الفكره وبيحكي عن بيروت وكيف نحن انكرناه بهيدي المدينه وكيف هالمدينه عايشه فينا كمان وكيف كل واحد على طريقته شايفها وضمن هيدي الفوضى وين 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 الانسان يعني. اوكي. ما فيك تقولي لنا مشكلتك انت شو كانت بالذات؟ انا هي الشخصيه مقرره تسكت. هي مقرره ما بدها تحكي لانه عم تجي عند هذا الحكيم لانه اهلها بيعرفوه بدهم اياها تجي. لا هي مقرره تسكت وما بدها تحكي لانه عم تسمع اصوات من طفولتها، اصوات براسها، بتسمع اصوات الناس نفسهم اللي بيحكوها ما بيسمعوها يعني. هي بتصخي كتير، بتصخي لهيدي المدينة، بتصخي لكل شيء عم بيصير لحالها، فكرمل هيك مقررة تسكت يعني. طيب في شوية أسئلة بس هي شوية جوسيبي، أنه مجلة من المجلات نشرت أنه في خلاف بينها وبين سيرين عبد النور، هل هيدا صحيح؟ وأنه صارت مشادات كلامية بينهم، هيدا صحيح أو لا؟ لا أبدا ما في شيء، بالعكس لا بحبها كتير لسيرين. معقولي أنه وديع طفل وديع مثل جامون بتطلع منه مشادات كلامية؟ لا أبدا ما صار شيء، بالعكس يعني لا بحبها كتير وهي شخص كتير بروفيسيونال يعني وبتحب شغلها، بتحب شغلها كتير يعني، فلا أبدا أبدا. بدبي لمستي رد فعل الناس، بتحبي تشوفي رياكشن تبع الناس من أي عمل لإليك؟ أكيد أكيد بحب وبنبسط يعني إذا هن بيتقبلوا وبحبوا الأشياء وبتقنعهم الأشياء اللي بعملها، فأكيد بنبسط. سمير حبشة، شو هالسر المحبة هيدي اللي بينك وبينه؟ ومعقول يصير في تعاون جديد؟ أستاذ سمير حبشة أستاذي يعني، مش بس ما بعتبر إنه بس هو اشتغلت معه بالتلفزيون ونعرفت بالتلفزيون مع بالأشياء اللي عملتها معه، هو أستاذي يعني، علمني، هو مثل منتر أنا بياخده لإلي يعني، كتير تعلمت منه كتير من الجامعة لحتى بعد الجامعة من القصص، كتير بحب رأيه بحب هو بيعتبر إنه أنت من أهم الشخصيات اللي تعامل معها. هو دايما بيقول انه ديامون من اهم الوجوه يعني والفنانات اللي تعامل معها يعني، هو استاذي يعني بعده لليوم يعني، كثير اشياء تعلمتها منه، كثير بوثق فيه، كثير بحب كيف بشوف القصص. ف في تعاون جديد بينك وبينه ولا بعد مش مبين شيء؟ لا هلا ما في شيء هلا ابدا. لا طب شو الادوار اللي فعلا ديامون بتحلم تمثلها، حابه تمثلها؟ الأدوار اللي بحب مثلها يعني تكون الأدوار لا أنه تكون كتير هيك حقيقية وخاصة يعني طالعة من الأرض بس ذات الوقت عندها العالمة لإلها الخاص، عندها أحلامها، عندها حياتها الداخلية اللي كتير غنية. أنا هول الشخصيات اللي بحب ألعبهم يعني. طيب ومين هو الممثل اللي ممكن أو بتطمح أنك توقف قدامه؟ دانيال دي لويس بركي لا لا في كتير يعني، لكن هي كل تجربة بت هي التمثيل تجارب يعني، بتفوت من وحدة بتطلع من وحدة، فهي كل ممثل تشتغلي معه بيعطيك، وإن شاء الله تكون أنا كمان بعض الناس اللي مثلت معهم يعني، فكل تجربة خاصة يعني. ديامال البزنس تبعكم تغير ولا مثل زمان؟ يعني زمان كان المخرجين هم اللي بيكتشفوا الوجوه، انه بمصر انه يوسف شاهين قدم فلينا المخرج الفلاني، لكن الان يمكن الموضوع اكثر على شركات الانتاج والمنتجين اكثر من المخرجين. انه كيف ما بعرف كثير يعني كيف بتصير القصص، بس بتحسي انه علاقاتك تكون كويسه مع الكل؟ انا يعني انا مثل ما انا ليه بدي اعمل مشاكل مع مطلق انسان يعني، الا اذا حدا اذاني فببعد انا، ما بس انه لهلا ما عندي مشاكل مع حدا يعني، ما بس عارف. في غيره بهالمجال؟
ما بعرف، أنا ما بحس يعني، ما بحس في غيري، ما بحس، ما بتوقف عند هيدي النقطة، وإنه ما بتعنيني يعني. شو بيخليكي ترفضي عمل؟ أول شيء بالورق يعني. الورق هو كتير مهم يعني. أنت أول ما بدك تعرف شو هو هيدا العمل بدك تقرأ وكيف، وبعدين يمكن هو كتير يكون منيح العمل أو شيء المكتوب منيح، بس أنا ما حس إنه أنا مناسبة له يمكن، أو ممكن أقدم شيء، أو ما أتخيل حالي بقلبه يعني. فأكيد كله يعني هو الإيديال يكون النص رائع، الإخراج كتير كتير قوي، الممثلين كتير كتير منيح يعني، جو العمل ككل يعني يكون. وأي عمل نعرض عليك ورفضتي فيك تقولي ولا؟ ما بتذكر صراحة يعني. هن لا ما لا رفضتي هلا برفضتي بس رفضتي ايه يمكن، او مش رفضت لانه العمل يمكن اوقات ما منيح، يمكن انا نفسيا كون مش جاهزه لهيك عمل يعني. مثل ما قلتي قبل انه شخصيه اوقات يمكن انت اذا بدك تعطيها من حالك كتير بتكون يمكن متعبه يعني، نفسيا تتعبي بتظهري. يمكن انا ما كنت كون جاهزه نفسيا لحتى فوت بهيك شيء بمطارح يعني، مش انه العمل ما بيكون منيح. طب اي شخصيه تعبتك اكثر شيء؟ شيرين ما كانت هينة يعني. في كتير شخصيات، وفي بالمسرح كمان شغلتهم كمان، مش بس انه دايما في بليزير يعني. انا بحس دايما عندي بليزير، ما بحب الاشياء المسطحة او الاشياء اللي ما فيها ابعاد خفيفة يعني. يعني بحس لا يعني بحس شي يكون في عمق. اي عمق بالضبط، فكريا واحساسا وانسانيا يعني. فهذا لو بتعب بس في بلازير يعني. صح. حلو. كيف كانت 2013؟ هات لنشوف. لا منيحة كانت. منيحة منيحة منيحة. مش عاطلة مش عاطلة. لا قطع اشياء سنين سيئة اكتر، بس لا منيحة. بس انه ان شاء الله يصير في سلام، ان شاء الله هيدي السنة تكون يحل الخير والبركة والسلام على كل العالم يعني، والصحة كمان، وبطل في اللي عم نعيشه يعني، يصير في سلام بكل الوطن العربي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. شو رايحين على فاصل؟ يلا بنروح على فاصل وبنرجع باخر دقائق مع ضيفتنا نشوف ريزولوشنز ل 2014 شو راح تكون مع ديامو. ايضا ناخذ زملائنا من سيدتي روتانا الخليجيه نشوف ايش عندهم جديد. لحظات الاعلان وراجعين، ما تروحوش بعيد، تفضلوا. Are you from Beirut? Yes, I've Lebanon. Always wanted to go. Lebanese food is my favorite food oh, in the cool. world. Oh, cool, excellent. LBC, yeah. Best and worst dressed. LBC, da-da-da. Call like cannonball. Please, أنت مش رايح على الدائرة، رايح على ريد كاربت حبيبي. Hello. أنا جاي حنعمله له سبونسورين ليبو. Can't touch this. أنا شخصياً ما بحبه. Hello. رجعنا لكم، أهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا. خلونا نروح لبرنامج سيدتي على روتانا خليجية، زملائنا في أبو ظبي، ونشوف هدى إيش عندها اليوم. مساء الخير يا هدى. مساء الخير يا بلال، شخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك. أنت طمنيني عنك. الحمد لله تمام. بلال اليوم في حلقتنا رح تكون فعلا حلقة مميزة، لأن رح نستضيف في استوديو سيدتي نجم عالم الموسيقى ريدوان وأحمد شوقي اللي أمتعوا العالم بأغنية حبيبي I love you وغيرها الكثير. ونتحدث بعد عن تفاصيل رحلة نجاحهم، ونتحدث كمان في جدة عن فيلم قصير استطاع أن يجذب مئات الألاف من المشاهدات بعنوان هيبة المعلم. أما في الرياض بنتكلم عن حملة توعية مميزة تتيح لنا تجربة أعراض أكثر الأمراض شيوعا للشعور مع مرضاها. وفي سوبر مام عندنا نصائح جديدة لعلاج النفس بالموسيقى وأنجح الطرق للإقلاع عن التدخين. طبعا بلال أدعو مشاهدين برنامج ببيروت والبي سي الفضائية اللبنانية إنهم ينضموا لنا على روتانا خليجية بعد قليل وفي برنامج سيدتي. أكيد سلمي لي على ريدوان وأحمد شوقي. حبيبي I love you كتير حلوة الأغنية وعملت بيج هيت. تحية لك يا هدى. يا ريت كنت معنا يا بلال بالاستوديو. عن جد يا ريت.
هلا بنشوف لنا الطريقه هدا، لازم نعمل شيء مع بعض اكيد. حبيبه قلبي تحيتنا لك اكيد لازم، ولكل فريق برنامج سيدتي وزملائنا في ابو ظبي، ثانك يو سو ماتش. فلكل المشاهدين اذا بعد ما تنتهي حلقه ببيروت على الال بي سي، تيون على روتانا خليجيه وشوفوا برنامج سيدتي ايش يقدم لنا. ماريون سوري ديامون شوفي عندنا ريزوليوشن للسنه الجايه، شو اللي نويتي تشيلي؟ أنا في عندي صديقة قالت إنه حتقص جناحات الملك وبتصير عن جد؟ بلس إيه. لا أنا لا ما شو ما على الصعيد الشخصي في شيء هيك اون ديستيناسيون فواياج حابة تعمليه شيء؟ لا بعد ما فكرت يعني، بعد ما في شيء، ما عملت بلان لل 2014 يعني. طيب وش عندك شو 2 3 جور؟ في وقت تفكري. وشو انشغالاتك حاليا هلا؟ هلا زفة يعني كنا عم نصوره، وعم بعمل عم كفي الماستر تبعي، ماستر دو بالإيكول دكتورال بالجامعة اللبنانية. حلو. فهلا عم اشتغل على الميموار يعني على التيز تبعي، فهولني ما في شيء. حلو كثير، احنا كثير انبسطنا بوجودك معنا ديامو عن جد، وبالتوفيق لك لكل الاعمال الجايه، لكل شيء تتمنيه 2014 يا رب تكون نجاح على الصعيد الشخصي والانساني. ميرسي ولكم كمان، وميرسي للكل، وان شاء الله سنه خير وبركه وسلام على كل العالم يا رب ان شاء الله. وبنرجع احنا طبعا بنتوجه بتعازينا الحاره والخالصه لضحايا المفقودين والناس المجروحين، يا رب ان شاء الله يرعدوا لاهاليهم سالمين هذا اثر الانفجار اللي كان في العاصمه بيروت. لكن طبعا رساله اللبنانيين ورساله البرنامج هي ان تبقى هذه العاصمه ويبقى هذا البلد منور بنجومه بثقافته بفنه وبسلامه، هذا هو طموحنا وامانينا لهذا البلد الحبيب. أكيد بلال أنا كمان بضم صوتي لصوتك، وإن شاء الله يا رب بعم السلام بكل أنحاء الوطن العربي، وما بنعود نسمع شيء بحزن أبدا. يا رب آمين. دبولي على حالكم وشوفكم غدا إن شاء الله مع كل خير، تبقوا على خير، باي باي.